من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيد ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي ام تي في بلبنان وبالعالم وحلقة جديدة بموضوعية. مرة جديدة يثبت لبنان أنه بلد التناقضات بامتياز، وتناقضه الغريب الجديد أنه بلد اللاجئين إليه هربا من الحريق السوري، وهو في الآن عينه بلد الهاربين منه لجوءا إلى بلد يؤمن لهم أبسط مقومات الحياة الكريمة. اللاجئون إلى لبنان من سوريا صاروا مشكلة، والهاربون منه وقع بعضهم في فخ الشركات والمافيات وتجار أرواح البشر، فكانت المأساة في بحر أندونيسيا. وفي حالي اللجوء إلى لبنان والهروب منه المسؤول واحد وحيد، الدولة أو السلطة أو الحكومة، وهي مهما تعددت تسمياتها واختلفت ألقابها تتحمل مسؤولية التقصير في معالجة موضوع اللاجئين، وتتحمل أيضا مسؤولية الأرواح التي سقطت لأنها معلقة بحبال البحار والمحيطات. فماذا بعد؟ وما العمل؟ وهل صارت قضية اللاجئين عصية على أي حل؟ وإذا كان هناك من حلول، ما هي ومن يطبقها ومتى وكيف؟ أما الهاربون من لبنان إلى بحار الغربة وأحيانا بحار الموت، فماذا عنهم؟ من يحميهم من المافيات؟ ولماذا لم تستفق السلطات المعنية على معاناتهم إلا بعد كارثة أندونيسيا؟ لبنان بين اللاجئين إليه والهاربين منه عنوان حلقتنا لهذه الليلة، وفيها يسرنا أن نستضيف في الاستوديو عضو كتلة المستقبل النائب الأستاذ محمد الحجار ووزير المال السابق الدكتور دميانوس قطار والنائب السابق سليم عون من التيار الوطني الحر، والسيدة دانا سليمان الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، كما سنكون في القسم الثاني من الحلقة في نقل مباشر من قبعيت مع عدد من المعنيين بكارثة العبارة الغارقة. ونشير إلى أننا سنكون كالعادة في سياق الحلقة مع مداخلاتكم وأسئلتكم عبر تويتر وفيسبوك ومع اتصالاتكم الهاتفية المباشرة. مساء خير وأهلا وسهلا فيكم. أستاذ محمد، رح أبدأ معك بالمؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير جبران باسيل في الأسبوع الفائت، وخصص تحديدا لموضوع اللاجئين، والذي اعتبر فيه أن أزمة النزوح السوري أو اللجوء السوري إلى لبنان هي أكبر أزمة تهدد الكيان اللبناني منذ نشوئه. هل توافق على هالتوصيف؟ يعني هل تعتبر أن أزمة اللجوء السوري إلى لبنان تهدد الكيان اللبناني حقيقة؟ لا، تهديد الكيان اللبناني بالشكل اللي قاله الأستاذ جبران باسيل غير موافق عليه. الحديث بأنه الأزمة بحد ذاتها، وجود نازحين سوريين بهذا العدد أو لاجئين سوريين بهذا العدد في لبنان هو أكبر من أن يحتمله لبنان. نعم، الكل يعلم بأنه تقرير البنك الدولي اللي نشر واللي تحدث عن أعداد قد يصل عددها إلى 1,300,000 لاجئ مع حلول العام 2013 أو نهاية العام 2013، وتحدث عن أرقام وتداعيات اقتصادية وخسائر أصابت لبنان بفعل هذا اللجوء، بفعل هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين. تقديرات تناولها البنك الدولي مبنية، خليني أقول، على فرضيات وليس على أرقام فعلية، يعني توقعات تحدث عنها التقرير، يعني بالغ بالأرقام. هلا ما بدي أقول بالغ بقدر ما بدي أقول إنه علميا من الناحية العلمية بناها على تقديرات وليس على أرقام فعلية، يعني البروجكسيون اللي عم يعملوا لقدام منه عم يعملوا على أساس إنه أرقام بين إيديه، بقدر ما هو عم يبني على توقعات هو انطلق منها. بس ولكن بدي أقوله أكثر من هيك، أنا إنه هذه التقديرات اللي قالها تقرير البنك الدولي هي تقديرات أولية وقصيرة الأمد، اللي قال بسبعة مليار دولار ونص، يعني عم يحكي بالهدى بال2012-2014، بينما بظل عدم وجود حل مبين أو أفق لحل بالأزمة السورية هناك تداعيات ستكون كذلك طويلة الأمد. هون بدي أقول
بجملة ملاحظات على ما يحصل في موضوع النازحين، إنه خلينا نقول إنه ما يحصل وهذه الخسارة الكبيرة للاقتصاد اللبناني اللي تسببت فيه أزمة اللاجئين السوريين إلى لبنان، سببه الرئيسي هو حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. هذه الحكومة، يعني بتحمل فقط الحكومة المسؤولية، هي المسؤولية، هي السبب الرئيسي والأساسي للخسارة الحاصلة. من أحمل أنا النزوح أو اللجوء؟ أصدت بمقاربة الموضوع، أصدت إلى حد بعيد. يعني لا حكومة، لم تبادر، تلكأت بمحلات كثيرة، أهملت ولم تعالج، يعني ما كان في عندها أي مقاربة حقيقية لهذه الأزمة. بالعكس، يمكن لفترة طويلة ظلت تعتبر رضوخا لمشيئة النظام السوري بأنه ليس هناك من لاجئين في لبنان، وأنه لبنان، وأنه حتى بموضوع النازحين السوريين، حتى كمان تعتبر أنه السبب الأساسي لتقصيرها أنها رضخت على الأقل في بدء الحد السورية للسلطات السورية. تماما يعني هذا النظام السوري اللي بعده لحديت الآن لا يعترف فعلا بوجود مشكلة نازحين أو مشكلة لاجئين. هذه حكومة بواقع الحال أمنا عم بتجن عليها، بيقدر الواحد يرجع على الممارسات تبعيتها ومواقف مسؤوليها، تعاملت يعني رفضت التعامل مع واقع اللاجئين بما هي أزمة لاجئين فعلية. عدة مرات توجهت نداءات من المفوضية العليا للاجئين لطلب للحكومة اللبنانية أنه يكون في مراكز إيواء ومراكز استقبال للنازحين، هذا الأمر لم يتم الاستجابة لأنه بعطيك مثل كتير مثل إضافي بسيط، أرجع أكمل معك بس أنه هذا التقرير، هذا التقرير بحد ذاته، التقرير البنك الدولي انوضع بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، ولكن أمتى؟ من بعد سنتين ونص، يعني من بعد سنتين عندما ونص كانت استشرت الظاهرة. أستاذ سليم، ردك على هالموضوع خصوصا أنه اتهام مباشر إلى الحكومة وأنتم من المكونات الأساسية في هذه الحكومة، هل بتعترف أنه بحكومتكم كان في نوع من أنواع التقصير في مقاربة هالملف هيدا؟ بالبداية مساء الخير. مساء النور. قطشت شيء أنا حدا بالكلام؟ لا، بتمنى تابع ما حدا يقطشني. بتأسف أقول أنه حتى الأرقام وجهة نظر كمان، صارت تقرير من البنك الدولي صار كمان عم نشكك بصحته. بالبداية تفضلت بمقدمتك قلت مين المسؤول عن موضوعين، موضوع اللاجئين اللي عم يلتجوا للبنان، موضوع اللي عم بيهربين من لبنان. فعلا لكل شق من السؤال في مسؤولية. إذا موضوع العهرب عم يهربوا من لبنان، لا هلأ خلينا نحكي باللاجئين، يلا بدي مرة هيدي لتمرق. اللي عم يهربوا من لبنان هيدي مسؤولية اللي حكم البلد من سنة 90 وسياسات كل الحكومات المتعاقبة اللي وصلت الوضع المزري اللي نحن فيه الاقتصادي والاجتماعي، كله مسؤولية كل اللي استلم هيدي السلطة من 90 لليوم بشكل أساسي، وخاصة كانت المعالجة عم بتصير بس وقت الانتخابات، وهيدي مناسبة لنقله للرأي العام اللبناني، مش $100 وقت الانتخابات أو $200 أو بمساعدة وقت الانتخابات، هيك عم بيكون الحال. تفضل هيدا التراكم لوين وصلك، هيدا الشيء ما يتعلق ب اللاجئين. بالنسبة للاجئين ومسؤولية الحكومة، مسؤولية الحكومة، من نحن الفريق الوحيد التيار الوطني الحر اللي بيتحمل مسؤولية العنوان اللي بيتحمل المسؤولية، أكيد المسؤولين كانوا بالحكومة والمعارضة، حتى الفريق الوحيد اللي رفع صوته قبل ما تصير الأزمة. وهون بتصور أهمية اللي بده يكون مسؤول في بينقال غوفيرنيه سي بريفوار، ما في غير التيار الوطني الحر. وقت كانوا بعد بالألاف، ما تعدوا يمكن 10,000 نازح، طلع الصوت وقال انتبهوا، دقينا جرس الانذار. بس انتم سلطه الموضوع تنفيذيه، ما بديناش نحن جزء من السلطه التنفيذيه، رايتنا كل السلطه التنفيذيه. طيب ما مشكلتنا بس اذا في هذا الخطر الداهم انه على الاقل تاخذوا موقف. اكيد اخذنا يعني منه فقط بالمؤتمرات وبالخطط، مش بالمؤتمرات اخذنا مواقف. ولو ضلينا نحن سنتين ونص قبل ما يبين هذا خطر، مين اول مين اطلق الصرخه وحتى حمل الاجهزه الامنيه وكل المغافر ووزارات الأمن أنه عملوا أحصى أول شيء صاروا فيتين ما مش عارفين مين بالأساس. كان أول صرخة بعد اجتماع للتكتل أطلق العماد عون بقلب مجلس الوزراء،
أخذنا مواقف، شو كانت التهمة؟ وهون ليش المعارضة بتتحمل المسؤولية؟ ما كمان هي عم بتراقب من برا، ما هي الصح لازم تقول عنه صح والغلط لازم تقول عنه غلط، بس تهمنا بالعنصرية وبالطائفية. ما شفت الحملة اللي قامت علينا كرمال هيدا الموضوع. فإذن نحن ما فينا نكون عم نتحمل مسؤولية، لأنه حتى داخل الحكومة كنا المعارضين، ومعارضين مش بخجل ومش سكتنا عن الموضوع. إذا بدي تابع للآخر، حتى مؤخرا بعد ما استقالت الحكومة ما كمان قعدنا تكتفنا بعد ما وقعت المشكلة. تصور دقينا بعد ما استشرت المشكلة قبل المشكلة، حتى في حلول طرحناها. نحن مش انه بس هيك طلعنا الصوت بالأول وبس صارت، جينا قلنا حتى اليوم نحن عم ننتقد المعالجة، لأنه هيدي المعالجة عم بترسخهم وعم ترجع تثبتهم. نحن عم ندور لهم على مصاري لشو لنخليهم عايشين هون. بينما إذا بتسمح لي أقولها باختصار، هني من أربع نقاط المعالجة اللي نحن مقترحينها. رح نرجع نحكي بس بدي كفي حضرتك. بلشت أنه الوزير بسيل قال أكبر وأخطر أزمة شاهدها الكيان اللبناني. طيب ما مش بس الوزير بسيل، كلام رئيس الجمهورية بالأمم المتحدة شو قال؟ ليش ما نهرب من الحقيقة ونزلي بنفخ؟ لا، هو يهدد الكيان، يعني منه قليل انه قضية تهديد الكيان. وقت فخامة الرئيس مسلمين وسوريين مسيحيين، اللي هو لا يعكس بس انه كمان الحوار اخذ وعطى. فخامة الرئيس ببداية كلمته قال ان بلادي تواجه ازمة بقاء بسبب تدفق اللاجئين. شو معناتها؟ معناتها تأكيد على اللي قاله الوزير بسيل. وما فينا هيدي الأرقام بتفاجأ كيف أنه حضرته بقاء بالنحي الموضوع أزمة بقاء. شو بقاء؟ إيش في خطر على الكيان؟ ما شو الكيان؟ السؤال اللي طرحه الأستاذ وليد هو بالكيان، في خطر على الوجود. اربطه مع الحديث اللي تناوله الأستاذ جبران بسيل. ما تستعمل هالأسلوب من بير يا أستاذ سليم. كمل، بده يكون في حوار. طب خلينا بس كفي. طيب كمل كفي وجه نظري وحاور عليك. المنطق اللي بتحكي فيه 760 ألف لاجئ مسجل، انه كمل له حلقه بالحكومه. سياسه بلشنا من اول حلقه. صبح ليك يا الله، بدنا نبلش هيك. صبح ليك بالمساء. طيب ايه، وقت يبقى في 760 ألف مسجل، ما فينا نقول ارقام هيك، هيدي مش دقيقه. وهودي المسجلين والتقديرات اللي مش مسجلين، انا قلت ارقام مش دقيقه، مليون و200. في عنا هلا بنسمع عن مدام، يعني هي بتعطينا ارقام على الاقل. انا قلت ارقام مخيفه على اخطر. انا برايي كثير كان الوزير بسيل ما كثير على الدوز، كثير خفيفه كثير نعمه. قول انتم هيك على طول ظالمين، بلا انتم ما في شيء. تجي للظالمين، تجي للمنطق، عم تبني فرضية. نفس الشيء هلا عم تبني فرضية بتحكي فيها وبتمشي فيها. انا بياخذك وبيجي بك وبيطلع برا الطريق وبيفوت. انا بحكي لك برات الموضوع، بعدنا باول حلقه بدنا نكون ايه. خلوني احكي معك. حكيت يا استاذ سليم، حكيت. نحن معك، بس كمان بده يجي فكره تقطيش وبنص الفكره عم بيخلي هي محاوله لحتى الواحد ما يتابع الفكره. طب تبع يعني تبع هي عارفين لوين وين بدك توصل. انه بالنتيجه هي حتى رئيس الجمهوريه قال هذا الكلام. ما هيك الحكومه في تقرير من وزاره الصحه مخيف. اليوم اعداد الحوامل منهم انتم ما عم تاخذوها بشكل كثير بسيط هيك، انه ايه يلا مش فيش خطر، ما في شيء ابدا. استاذ وليد خلينا نسمع عن دولة مع اللجنه. شو رايك؟ لا هلا بنسمع. نحن المواطن اللبناني في تقصير بحكمته، المواطن اللبناني في تقصير بحكمته، المواطن اللبناني في تقصير بعلمه. اليوم بس عم تسمع رح نرجع الأرقام. الأرقام القصار من النازحين 360 ألف، الطلاب اللبنانية 330 ألف. عندك صار طلاب سوريين أكثر من الطلاب اللبنانيين بدهم يتعلموا. عندك بموضوع الصحة شيء كوارث، يعني كمان دولة مش قادرة توصل. رح نرجع هودي كلهم سوا نحكيهم، الجانب الاقتصادي وخصوصا معنا وزير مال سابق. بس بدي اترك انه في ما حدا غيرنا طرح، ما كله حكي. مين قال للمعالجة كيف؟ أنا بقول لك أربع نقاط مبادرة طلعوا وزرائنا لعند رئيس الجمهورية ولعند رئيس الحكومة. عم يحكوا لوحد لوحدهم لوزرائنا؟ عم بيطالبوا. شو وين كنتوا احكوا بقلب الحكومة؟ نحن أقلية بقول الخلفاء هم مشوا معه. شو الحديث هيدا؟ شو بيعملوا؟ يستقيلوا. يعني اتفقوا. لما استقالوا مستقيل الحكومة. لكن خلينا ما استقالته وقتها. وقلنا مستقيل الحكومة. شو الحديث هذا؟ أنا يعني هيك دائما عدم تحمل المسؤولية، وإنه ما دخلنا ونحن ما خصنا، نحن إلا اللي علينا. خيي خلفائنا حلف وياهم علينا. أنتوا وياهم. يعترف يا أستاذ. هيدي خطة. هن متفقين مع حلفائكم عليكم كل التمديد اللي صار. اول شيء
خرق الدستور والقانون والتمديد للمجلس النيابي، ما اتفقوا صوار الارز مع ولي الفقيه ومشوا فيه، تعطلوا المجلس الدستوري ومشوا فيه الحلفاء. سجلوا يا اخي بس يضل عليها الشرط. مدام سليمان حكينا على الارقام، وقال استاذ سليم انه الارقام احيانا وخصوصا بلبنان وجهة نظر. الارقام عندكم مفوضيه شؤون اللاجئين، شو بتقول بالنسبه الى اللاجئين السوريين الى لبنان؟ يعني قد ايه عددهم في ظل كل هالنظريات كل واحد بيعطينا اياها عن عدد معين؟ هلا اليوم في 760 الف نازح سوري مسجل لدى المفوضيه، مسجلين رسميا شخصيا توجه صوب مراكزنا ان كان بالبقعه بالشمال ببيروت او بالجنوب، وتسجل هو بأفراد عائلته. هذا الرقم اللي نحن فينا نكون أكيدين منه. هلأ توقعات البنك الدولي مستندة على فرضية قدوم 2000 شخص يوميا من هلأ لنهاية 2014 تنوصل لرقم 1,300,000 نازح سوري. طب 760,000 هودي يلي مسجلين رسميا، في عندكم كمان تقديرات بالنسبة للأعداد غير المسجلة رسميا؟ هلأ عنا توقعات استنادا على نداء التمويل اللي بنطلقه نحن كل فترة وفترة حسب تزايد الأعداد. مثلا كنا متوقعين نوصل ل 300,000 نازح سوري وقت كنا أطلقنا نداء التمويل الرابع بديسمبر 2012، رجعنا تخطينا هذا الرقم بشباط 2013، عدنا النظر بنداء التمويل ورجعنا توقعنا نوصل لرقم 1,000,000 نازح سوري من هلأ لنهاية السنة. من المحتمل جدا انه نتخطى هذا الرقم قبل نهايه اخر السنه اذا كفينا بالوتيره ذاتها بعمليه تسجيل النازحين، واذا كفينا فيها اكيد نحن هلا حاليا عم نراجع نداء التمويل الخامس بظرف تقريبا سنتين لدول المانحه تضامنا مع الحكومه اللبنانيه واكثر من 60 شريك لاطلاقه كمان باخر السنه اخر سنه 2014. وهذا النداء يعني السادس حيكون كمان حيشمل عدد مختلف اللي اكيد حيكون بيتخطى المليون نازح، لحد هلا ما بنعرف قديش. عم بيكون في تجاوب مع هالنداءات؟ في تجاوب، اليوم في 500 مليون دولار وصلت الى اكثر من 60 منظمه بلبنان، يعني ما بدنا نستخف بهذا المبلغ نظرا لوجود ازمه اقتصاديه بالغرب وغيرها، ولكن في نسبه التمويل اللي وصلتنا من اصل 1.7 مليار دولار طلبناهم للبنان للحكومه ولشركائنا هي 30% اليوم. كيف عم يوصلوا؟ كيف عم يتوزعوا؟ بيوصلوا للمنظمات، للمنظمات الغير الحكومية صح، مثلا UNHCR اللي هي منظمة المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بيوصلنا مثلا تمويل لنا مباشرة للرعاية الصحية، أو بيوصلنا تمويل عام نقدر نحن نخصصه لل يعني القطاعات اللي بحاجة لدعم، وهكذا دواليك مع كل الشركاء اللي موجودين على الأرض. بس أنا ما قلت بس أنا بدي أقول إنه مرة أنا قلت أمر، قلت نقطة إنه مفوضية العليا للاجئين طلبت من الحكومة اللبنانية إنه تعمل مراكز إيواء أو مراكز استقبال، الحديث صح ولا لا؟ اليوم ما في قرار رسمي. أنا أقول لا، هل طلبت المفوضية هذا الأمر نعم أم لا؟ اللي طرحته المفوضية اليوم للحكومة اللبنانية هو حلين نظرا للتحديات اللي عم نشتغل فيها بلبنان. أولا هو إنشاء مراكز استقبال بكل ضيعة أو بكل مكان فيه تجمع كبير للنازحين السوريين، بتضمن تقريبا 20 عائلة كل من هدول المراكز، أو حل آخر هو إيجاد أراضي بالبقاع أو بالشمال تستضيف كل منا 30,000 عائلة. مخيمات يعني الحالة الثانية. هذا ما نسميهم نحن مراكز استقبال لأنه منهم بالصورة الكلاسيكية للمخيم اللي يعني تكلفته باهظة. اليوم مخيم الزعتري بس تضوي شوي على التكلفة. يعني طلب هلا من سنه من شهر من شهرين ولا من سنه ولا من سنتين؟ بالست اشهر اللي مضوا بس من ست اشهر طلبتوا انتم مراكز ايواء؟ لحظة على قصة المخيمات، أنا معلوماتي لا، أنا معلوماتي حسب الدوكيمون اللي عندي أنا إنه المفوضية طلبت من مع بداية اللجوء السوري إلى لبنان مع بداية الأعداد اللي بلشت تجي طلبت إنه يصير في مراكز إيواء أو مراكز استقبال بالحد الأدنى من الحكومة. اللي انطرح بداية هو تحسين ظروف الإيواء من خلال عدة حلول، وما كان من ضمنها إنشاء مخيمات عموما، وبعرف هذا الامر مستفز بشكل عام انه وجود مخيمات منه امر مثالي ابدا. يعني اليوم مخيم الزعتري كلفته يوميا هي نص مليون دولار، هو رابع اكبر مدينه بالاردن. لا لا الامر صار بالاردن وصار بتركيا. انت وين كان بدك توصل انه كمان قصرت الحكومه بهالمجال؟ هيدا حتى في هذا الامر صار في تقصير. يعني انا اللي برجع بركز عليه بانه للاسف حكومتنا ما قامت بواجباتها في هذا الامر ولم تقدم على اي على اي خطوه استباقيه لحتى
تعالج هذه المشكله، مما فاقم الامر الامور اكثر فاكثر. هيدي حتى موافق على التداعيات اكثر، هيدي موافق على السنين بالموضوع. هذه بس هذه تعرف هذه التداعيات والبقع تعرف لي ذكرتهم. لا في كارثه حقيقيه هون. انا بس قبل البقع خليني اقول لك 37% من هالاعداد اللي عم نحكي عنها بالبقع، 33% بالشمال. هلا حتى هني مش موزعين على كل لبنان، المناطق اللي بشكل مباشر عم تنزل طبعا هي على التماس، مناطق التماس. نقطة طيب. العبور الى لبنان هي خاصة من الشمال. رح كمل معكم بس كمان بدنا نسمع معالي الوزير بعد ما سمعنا صوتك الليلي. بدنا نبلش معك هيك مباشرة بالشق الاقتصادي من الموضوع. يعني يقال انه ما بين 220 الف الى 230 الف لبناني مهددين بالبطالة جذا اللجوء السوري إلى لبنان، هل توافق على هذا أو كمان وجهة نظر؟ لا نمثل كل وخاصة مشاهدينك والعنصر الشاب يبدو متفاعل جدا مع حلقتك. الله يخليك. هيك أول شيء في انبغتوا الكل بالموضوع السوري، يعني اللي كان مع المعارضة بمحلات اعتبر بيئة حاضنة وبعدين انبغت بالعدد، واللي كان مع السلطة كمان اعتبر بيئة خطيرة وبعدين انبغت بالعدد، خاصة أنه التدفق بالأول إجا على إطار الاستقبال العائلي واستقبال عائلات العاملين في لبنان. يعني بالأول كان في نهج معين، وأنا ما بخفي عليك تفاجأت أنه لا استقبال ولا مخيمات ولا تجمعات، كل وحدة إلا حيثيتها السياسية، بس لا إحصاء في إشكال. حتى أنا طرحت من سنة ونص بطاقة الإحصاء أنه على القليل للناس تقدر حضرتك تكودرها على القليلة بالإحصاء، تعرف على القليلة شو عندك يعني. أكيد. اعتبر أنت عندك مثلا 15 مليون بلجيكي بفرنسا، ما فيك تعتبر أن هذا أمر طبيعي، ولو بيحكوا نفس اللغة ومنبثقين من نفس الأمبراطورية. إذا طولت ممكن يصير في ضغط على تغيير بالهوية، إذا طولت ممكن يكون في سيطرة على الاقتصاد، لأن اقتصادنا 60% انفورمال يعني غير مصرح. تذكر أنا بيرجع عندك إذا صار اضطراب أمني ضخم، يعني هيدي إذا بدك التحولات اللي نحن لازم نراقبها، لأنه هي بتسيطر على مثلا بعطيك مثل هلأ الأزمة التعليمية شو خطرها؟ مش أنه ما نلاقي مصاري نعلم الطلاب السوريين، خطرها إذا اضطرينا نوطي المستوى التعليمي تيلتحقوا فيه بعض الطلاب يلي مش قادرين يلحقوا، صار التجربة بكلية الطب. والخطر الخامس هو إمكانية تضعضع المالية العامة يلي هي المرتكز الأساسي لدولة مركزية مثل لبنان. هاي الأمور هي اللي بدك تتطرق لها كمنظار خارج إطار الأزمة السياسية أو الصراع السياسي اللي هي منهجية. يعني مثل ما تفضلوا أصحاب السعادة، صحيح أنه البنك الدولي كتب بمقدمته انه هيدا بناء على طلب الحكومة اللبنانية وانعمل بسرعة الرابيد اسسمنت، معناتها انه انت رابيد اسسمنت، بس الارقام اللي هن طرحوها بس في اضاءة على واقع شو ما كان يعني، بس الارقام اللي طرحوها منا جس استيمت يعني منا افتراضية. اخذوا مثلا وقت بيوصل معه الرقم 308 مليون صعب يكون افتراضي، اخذوا على وقائع حصلت بال 2012، تطورات حصلت، أني ذكروا أربع مصادر يعني اليو ان الايو الاي ام اف، يعني ذكروا مصادر ومرجعيات تقتضي النظر هلأ أنه فينا نضل نقعد 10 ساعات عن بارح. هو أهم شيء أنا برأيي بكرة إذا ما انقلبت الوجود السوري في لبنان إلى طاقة إنتاجية كل حديثنا ما له معنى. كيف يعني؟ يعني أنا بقدر مول السوريين عبر العالم بنداء أول وثاني وثالث ورابع، الفقير اللبناني صار عندي معه أزمة، لأنه الفقير اللبناني بدفعه ضريبة لخدمات عم بيستعملها، بينما المقيم السوري ما عم بيدفع ضريبة الخدمات اللي عم بيستعملها. بس صديق عم يجي المساعدات من خارج الخزينة كمان، ولا المانح عم بيعطيه. لا اللي بدي أقوله أنه أنت بقى تقسمها 3 أجزاء، جزء له علاقة بالشق الإنساني شابو لكل اللي تحركوا، بيرجع عندك جزء له علاقة بتحسين حياتهم على مستوى عائلاتهم، يعني مثلا حماية النساء من الاغتصاب، الزواج الإكراهي، عمليات يعني الحماية الاجتماعية هون يلي هي ضرورية لكرامة هؤلاء النازحين اللي هن إخوة وجيران. الشيء الثالث الأخطر هيك هو الكوريلاسيون، ما هو الارتباط بين المال الجاي من المانح
والمالية العامة. سألني مباشرة بقول لك قبل تحريك القدرات العربية المالية نحن نضل كتير وضعنا صعب على مستوى لأنه رح ينحصر بجق الإنساني ونتفي بموضوع حماية مثلا المرأة حماية الطفل تفضل إلى أي حد تعتبر بدك بريز أربعة يعني أنا بسألني بقول لك هيدي ما بتتخلص إلا بإطار بريز أربعة لأنه معالجة ديون الدولة معالجة البنية التحتية المطروحة ما بتنعمل بهالبساطة وبتنعمل بريز أربعة مدام لم يطبق بريز اثنين وبريز ثلاثة ما هيدي يمكن تكون ظرف استراتيجي ما عندك مشكلة لا يعني. بس هيدا ممكن يكون ظرف استراتيجي تحت الضغط لإصلاحات أساسية لأنه أنت اليوم هيدي آلية ضغط أنا بتحولها إيجابية أنت بتحولها إيجابية لإلك يعني اليوم مزبوط مثل ما تفضل ساعدته أنه في ضغط كبير بالشمال وبالبقاع لكن الترددات على كل المناطق الشوف عليه ترددات بيروت عليه ترددات الجنوب عليه ترددات ببسكنتا بالشتة رح يكونوا المقيمين السوريين أكثر من أهل الضيعة يعني ما فيك تعد بأطراف الجبل وسقعة معناتها أنه التواجد بيصيب بشكل متفاوت كل الأطراف تحويلهم وعم نحكي عنه بعدين هو المرجع الأساسي على ثلاث شقق في الإنساني الكرامة الاجتماعية وقدرة الدولة على تحمل لأنه عم بيحكوا 2014 أنا عملت أناليز داري عم بحضر الحلقة 2020 متوقع يعني يبقوا الـ 2020 لا أزمتهم بتكمل للـ 2020 إذا أزمتهم كملت يعني معقول يبقوا ولو هن فلوا أزمتهم يعني اليوم أنت بس تستهلك أبار جوفية وقت حضرتك بالنفايات الصلبة بتلوث نهر بتعرف شو بيكلفك وقت ومصاري بتفك تلوثه أنا عم بحكي كمواطن لبناني مسؤول اليوم انت ما هن درسوها قالوا رابيد ومعتذرين 30 مره بالتقرير قريته بالتفصيل 30 مره معتذرين انه مشان ما حدا ينتقدهم على الدقه او على المنهج العلمي ما فيك تنتقدهم بس انت كمسؤول لبناني هيدا ساعدك تروح على الامم المتحده عندك مصداقيه هون للاسف رئيس شهاب كان دائما يقول ارقامنا نحن منحضرها بس يحضرها غيرنا ما بقى لها معنى طيب استاذ محمد هوني علي تفضل بالنقطتين عدد النقطتين اللي بلشت حديثي فيهم بانه هناك تداعيات قصيره الامد اللي هي تحدث عنها هذا التقرير ولكن لم يتحدث عن تداعيات طويله الامد ممكن بيظل عدم وجود افق للحل بسوريا وكذلك بسبب الامورتيسمون الممكن يطال كل البنى التحتيه بجراء بس انت تهمت الحكومه هلا في اتهام كمان لكم يعني للمعارضه مثل ما سماها استاذ سليم انه وقت اللي كانت تتصاعد اصوات من داخل الحكومه لمقاربه الملف او لمعالجه هالملف كنتوا تتهموا بالعنصريه وبالطائفيه انه وكانه الموقف الطائفي هون عندكم كان اقوى من الموقف الوطني الموقف اللبناني بدي اقول امر نحن بالاساس كنا وما زلنا نتعاطى بهذا الموضوع من زاويه انسانيه ومن زاويه وطنيه ومن زاويه قوميه انا ما في انا شقيق لإلي مصاب انه انا بربلو ظهري بالوقت اللي كنت بحاجه له هذا المواطن السوري فتح لي بيته هلا وصل تنظيم وضع إيه بس مثل ما قال يعني انه في كوارث كوارث ممتده الى 2020 ما كان بدها كمان مقاربه وطنيه اكثر يعني الشق الانساني كثير حلو طبعا وكلنا نتعاطى بس بالنتيجه كمان في مصلحه وطن وفي مستقبل دوله صحيح وبتعاطي بهذا الموضوع بتعاطي بهذا الموضوع يجب ان يكون كذلك بمسؤولين نتعاطى فيه يعني انا لما امام هذه المشكله علي ابحث عن حلول لها هذه المشكله قلت لك تفاقمت لانه الحكومه كانت حكومه عاجزه فاشله مثل ما فشلت بكثير من الملفات لا بل يمكن بأكثرية الملفات الحياتية والمعيشية والاقتصادية بهالبلد بس وهم بدي مرة رقم صغير بدي افتح الإعلان انه وقت اللي عم يحكوا انه 2.9% تراجع النمو بال 2012-2014 بسبب هذا الموضوع طيب نحن النمو اللي كان 8% صار 1.5% يعني ما انت في 5% بعدها موجودة وينها هال 5% سبب هذه الحكومة ما عرفت تشتغل شيء هلأ
للأسف بأنه هذه الحكومة وأفريقيا أساسيين فيها عندهم 10 وزراء مثل التيار العوني دائما بيرمي المسؤولية على غيره. يعني المعارضة شو المعارضة هي كانت بالحكومة؟ يعني المعارضة عندها قدرة على إصدار قرار. يعني لما بيجي هي بالبلد يطلعوا موقف ما أخذوا، بالعكس اتهمونا بالعنصرية. شو صار يقولوا؟ جيتهم أوامر من الرئيس السوري، ما هيك سمعنا تصريحهم مع علتك ما في بعد نظر، نحن في بس شو بنقول بيقولوا عكس ما بيعرفوا لوين بتوصل بالاخر وقعوا بالشغل. بالعكس هذا الموقف تماما عم بتوصف الحاله اللي انتم فيها. انا اللي عم بقوله انه نحن في تعاطينا مع كمعارضه، بتصور نحن معارضه بلبنان، عفوا استاذ سليم، عفوا استاذ سليم، عفوا عفوا مين اللي عم يتصرف هيك؟ حتى العالم تسمعنا ونقدر نقدر نوصل لنتيجه. ما هي عم نتعاطى بمشكله، فعلا مشكله يجب البحث فيها عن حل، وان كان إيجاد الحلول بدنا نحاول فيه نخفف من الخسائر والتداعيات اللي هي ممكن تلحق البلد وتلحق الاقتصاد بهذا البلد. نحن عم نقول إنه المطلوب هلا حاليا أنا برأيي عن العمل باتجاه تنظيم هذا الوجود السوري الموجود اللي بالبلد. برجع بقول يجب أن يكون هناك مراكز إيواء، يجب أن يكون هناك مراكز تقدر تعملها على حدود، تعملها بالأراضي السورية، بس المهم إنه هذا العمل، هذا الشيء نباشر فيه، ما نضل قاعدين وناطرين ونقول أيوة، خصوصا إنه الأرقام مخيفة، يعني هيدي واضحة. زائد إنه ما في مسؤولية أساسية على المجتمع الدولي يجب أن يتحملها في هذا الإطار. ومن هون أنا بقول يمكن لعله هذه الخطوة اللي إجت متأخرة سنتين ونص للحكومة لحتى تطلب من البنك الدولي تعمل أسسمنت للوضع، التداعيات الوجود السوري بلبنان والنزوح السوري إلى لبنان، ولكن بحد ذاته هو تقرير جيد، لأنه على الأقل هذا التقرير عم بحث هذا المجتمع الدولي، بحث أصحاب القرار في هذا العالم بأنه يقوموا بمسؤوليتهم، يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذا بس الموضوع. بس السؤال هون أنه إلى أي حد هذا المجتمع الدولي سيفي بالتزاماته؟ يعني إلى أي حد شعرته من خلال مؤتمر نيويورك وكل الأمور يلي حصلت أنه حقيقة في جدية دولية بالتعاطي بهذا الملف؟ نحن قبل ما نوصل لهون الحل مش مقتنعين فيه. ما نحن الحل صندوق نجيب مصاري وهون خليني ذكر من يومين الوزير بصير عبر عن موقفنا الرسمي قداش عم ينتقد الحكومة، منو شيء بحر اللي قلناه من يومين تحديدا. شو بيقول حرفيا؟ إن السياسة الرسمية المتبعة من الدولة هي سياسة غير معلنة لتشجيع النزوح السوري في لبنان. نحن برأينا غلط هاي المعالجة نعمل لهم صندوق، أكثر من هيك اتهام برأيك في تشجيع منهجي؟ لا، بهالطريقة أنت عم تجيب لهم مصاري اليوم، عم تشجعهم للبقاء، عم تجيب لهم مصاري لتعلموا ولتطببوا ولتسكنوا. هون عندنا الحال، ما لو مطلع بس شو مطلوب؟ هلا بقول لك شو المطلوب. خليني كمان معالي الوزير بعتقد بدي بلش من محل ما انتهى، لأنه بلش قال أنه انبغت الكل، صحيح الأفريقاء بلبنان اتنيناتهم انبغتوا، ما عادينا نحن ما نظرنا من البداية للموضوع بين معارضة سورية وسلطة سورية اللي تفضل فيه مظبوط، بس أنا عم تابع بما خصنا نحن. نعم كل فريق سياسي بلبنان كان مصطف مع فريق بالداخل السوري وكان عم يعتبر هذا الموضوع عم بيزينا بشو منافع سياسية واستراتيجية. الوحيدين نحن شو مع هني عندهم شعور إنساني، كلهم نحن ما عندنا شعور إنساني، ما نحن شعرنا معه أكتر شيء إنسانيا للمواطن السوري. وعلى فكرة مش من هلأ، وقت كنا نخاصمه كنا نشعر معه بالإنسانية. بال2005 وقت اللي صار في هجمة على العمال السوريين بلبنان، نحن كنا بعد العماد عون ما إجا من فرنسا، أول رجل سياسي بلبنان اللي قال شو خص هيدا الشعب اللي عم تجوا تتعدوا علي. مش حال ما تشيل مثلاً لا بالإنسانية، الصبغة الإنسانية مش حال بالإنسانية، ما تنكر عليهم كمان بالإنسانية. نحن كمان عندنا إنسانية، نحن عندنا وبعد وعشان هيك راحوا بالضغط على سوريا مع عبد الرحيم مراد مشان هيك. أنا اسمح لي هو ذاها على سوريا هلأ إن شاء الله النظام صار يتمرجل علي. أنت بتعرف تاريخي، أنت شقيت عن النظام يا نظام، أنت ما أنك ربيت لحم كتافك من وراء. كيف هاي؟ هلأ بلك ما بتعرفوا تحكوا إلا هيك. وخي الحقيقة شو هي الحقيقة؟ مين حكمنا من 90 لل 2005 وبواسطة مين؟ مين كان مش هلأ بتعملي هلا صار قديس عبد الحليم خدام. ليك بدي لك شغله، خليني استاذ سليم انا هالموضوع بهذا الموضوع بس انا شيء فهمانتها العالم فهمانتها خلي العالم ما فهمانتها جمله عملت بالتفصيل الدقيق ونحن فهمانين هذا الموضوع. في عندك واحد من اثنين، يا اما كان تعمل مثلك انت مهرب بعد برا
يا اما بوقف هون وبناضل بواجه. انت بتعرف نحن اخترنا انه نبقى هون بهالبلد. فرجيني النضال ايه؟ سلمت مفتاح بيروت، سلمت مفتاح بيروت عم بتناضل؟ نحن وقت اللي كنا هون، وقت اللي كنا نحن دفعنا ضريبه دم يا دكتور محمد، دفعنا ضريبه دم. لك رفيق الحريري اللي تصرفتوا، مين كان يصلح له الحمامات البيوت؟ حشتحكوا في وقائع، هاي الحقيقه ليك شيء. هذا صار كله كمان من الماضي، يعني بدنا الليله بس وغيرها بجديد. جاي احكي ارقام وتقارير. طيب. البدو يطلع برات الزيح، أنا ما بسمح ينلحش كلمات ويخدونا برات الموضوع. بكترد وبرجع للموضوع. الموضوع الحل. ايه؟ عندنا حل. ما مشكلتك احنا الوحيد في أربع حلول ما هيك؟ من أربع نقاط. ايه؟ الحل. وهيدا اللي نحن اقترحناه على فخامة الرئيس وعلى رئيس الحكومة. قلنا أولا وانتبه ما رح نفوت من هلا بالحلول، خلينا ناخذ فاصل اعلان مش عم نوصل. لا لا ما الحلول نتيجة. بعدين كمان بدنا نكمل الحلقه اذا هلا اعطينا حلول. طيب في بطلنا فينا نكمل بس خلينا ناخذ فاصل اعلاني ثم نتابع هذه الحلقه. ما هي مع وقبل ما نتابع معكم هذا الحوار بالاستوديو ننتقل الى قبعيت مع الشيخ علي خضر امام المسجد امام مسجد قبعيت حتى نطلع منه على وضع البلدة وايضا على وضع ابنائه انطلاقا من المأساة التي حصلت في اندونيسيا. مساء الخير سماحة الشيخ. مساء الخير لك استاذ وليد، ومساء الخير لضيوفك، ومساء الخير للمشاهدين الاعزاء. وتعزينا الحاضر طبعا بالنسبة إلى ما حصل في البلدة بلدة قبعيت والأبناء الذين سقطوا فيها. الله يبارك فيكم وجزاء وشكرا لكم جميعا لمشاركتكم في الام تي في لألنا في هذا المصاب الجلل. شكرا لك سماحة الشيخ. هل صار في عندكم عدد نهائي بالنسبة إلى عدد الضحايا الذين سقطوا في العبارة؟ طبعا الآن تأكدت الأخبار عبر إخواننا في إندونيسيا 17 شهيد في العبارة وثلاثة من الأحياء في اندونيسيا من بلدة قبعيت. نعم هودي يعني 17 شهيدا فقط من البلدة بلدة قبعيت، يعني ما عم نحكي عن جميع اللبنانيين. نحن عم نحكي عن بلدة قبعيت. نعم. عن بلدة قبعيت لانه الاهتمام طبعا اخواننا في بقية المناطق هم اخوان لنا، ولكن يعني اكثر شيء نحن مشغولين بمصيبتنا، وخاصة انا ابناء ابن عمي ثمانية وزوجته وأمهم. يعني بقي الزوج فقط على قيد الحياة. طيب هل صحيح أنه بعض أو عدد من اللبنانيين اليوم موجودون في السجون في سجون اندونيسيا انطلاقا مما حصل؟ يعني حسب ما أخبرني عديل السيد أحمد حمزي بأنه في 20 شخص في السجون الاندونيسية لبناني، 20 شخصا لبنانيا، 20 لبناني نعم، وموزعين على طرابلس التبانة وقبعيت وفنيدق ومناطق أخرى من مناطق عكار. وهل هناك اتصالات معهم أو هل هم يجرون اتصالات من السجون في سبيل التوصل إلى حل ما لوضعهم؟ هم حسب ما أخبرني قريبي بأنه هن بالسجون وعليهم خطر كبير جدا جدا، لأنه في بلد مثل أندونيسيا بلد متخلف الظاهر أنهم يعني يكافئونهم بالسجن ومحاطين بالسجون، والسجون هناك شديدة جدا جدا، وهناك الجوع وهناك الحرمان. يعني خطر سماحة الشيخ فقط من وضع السجون أو من أمور أخرى؟ من وضع السجون ومن وضع الشرطة الإندونيسية، البوليس الإندونيسية عم يضايق عليهم كثير بداخل السجون. عم بضايق عليهم بأي هدف؟ ربما عم بيبتزم بالأموال كمان، لأنه البوليس الإندونيسي هو يعني متشوق إلى المال وبحاجة إلى المال. طبعا هذا يعني كلام في اتهام للسلطات الاندونيسية طبعا. مش كلام، هذا كلام حقيقي. ايه بس هذا كلام مش اتهام اساسا، يعني انه وارد على السنة. هلا البعض كمان عم بيقول انه في داخل موضوع مافيا او مافيات
داخلة على الخط، هل عندكم معلومات حول الموضوع؟ البوليس حارس السجن هو يتعامل مع المافيا. البوليس؟ البوليس يتعامل مع المافيا، نعم. بأي هدف سمحت؟ وهذا ما أخبرنا به من نجا ورجع من أهالي قبعيت من الشباب. بأي هدف رجع هربا؟ بأي هدف؟ يعني هربا هذا من البوليس. إيه بس هذا التعامل بين الشرطة الأندونيسية لنفترض يعني وبين رجال أو عصابات المافيا بأي هدف؟ بهدف ابتزاز المال. ابتزاز المال على وجلب المال، لأن أندونيسيا بلد فقير. على كل حال بتمنى تضل معي، لأنه هلأ نحن باتصال هاتفي مع السيد أحمد حمزة أو أبو طارق، وهو أيضا من بلدة قبعيت، وهو كان في أستراليا عديلي. اليوم هو في أندونيسيا يتابع موضوع الناجين بغرق العبارة. مساء خير أبو طارق. مساء خير، كيف صحة؟ الحمد لله. الحمد لله، يعطيك العافية، وطبعا تعزينا الحارة لإلك. تعزينا لكل ضيعتنا للبنان كله، يعني تعزينا كل اللبنان مضطر مع الشغله. طيب سيد احمد، حضرتك باندونيسيا عم بتتابع موضوع الناجين، شو مشاهداتك من هونيك يعني، وشو انطباعك عما يحصل؟ صرنا ثلاث ايام هون، اول يوم اليوم اجى لعنا السفير الماليزي اسمه علي ظاهر، اليوم اجى لعنا على السفاره اللبنانيه عند معنا الازي جوال الازي جوال الازي المسلم السفاره اللبنانيه هون، ومثلنا عم تركض معنا هيك وعم تعصب معنا المره تعبانه معنا مضغوطه. رحنا اول شيء الصبح على المسرح، فتنا على المسرح على هونيك، نزلنا لحتى نشوف الجدد ولا يعرفون علينا او شيء او نعرفهم. فتنا على الجثث الروايح مثلنا ما فينا عرفنا حدا من حدا، كلها صويرة مثل البالون منفوخة وسوداء، ولا فينا عرفنا حدا من حدا. بنا في 35 جثة كان حينهم بغرفة بدون تبريد بدون شيء بدون شيء، يعني الحرارة جوا هي 35 والريحة طول على برا من المستشفى. المهم ما فينا عرفنا حدا ولا عرفنا شيء. طلعنا حكينا مع البوليس ومع السفارة مع الامجريشن ومحولونا لعند الشباب الموقوفين بسجن الامجريشن، يعني حاطين باوتيل وحاطين عليهم البوليس من برا اثنين وقاعدين، بس الشباب اخذوني على جرب منهم. اذا بدك بقول لك اسمين هذول الموجودين طيبين، في 15 واحد دايفي سيد احمد دايفي من اللبنانيين في سجون اندونيسيا اليوم. هلا الموجودين 15 اللي هو بنين نحن وبعدين ركن صورهم. طيب شو وضعهم؟ 15 واحد اثنين. شو وضعهم ابو طارق؟ تعريف على الاخر يعني اي مثل حسين خضر ميتين، 9 اولاد 8 اولاد ومرته 9، واحد ثاني عديله ميتي مرته وخمس اولاد معه، وفي واحد من طرابلس من التباني ميتين اولاد وكل ومرته كل يعني الحاله تعبانه معه. ما قاعدين بالاوتيل بيجي اول سام تايم عليهم حدا، احيانا بيجي عليهم حدا بيقول له لك انا بوليس بيكشف لك على الفرد، عرفت علي كيف؟ بيقول له انا بوليس قوم اهربوا قوم اهربوا، تعال بفوتوا علي قوم اهربوا جاو 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 اوت، مشان ايش؟ يمكن 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 انه في حدا بده يستلقوهم من برا انه لانه ياخذوهم او يخفوهم او يعدوهم او يصير شيء. يعني جماعتنا هلا لبنانيه فزعانين، نسوا اولادهم ونسوا عيالهم وفزعانين على حياتهم هن. طيب هون ما في حدا من السلطات اللبنانيه او من الدبلوماسيين اللبنانيين عم بيساعدكم في هذا الامر؟ اوف كورس عم يساعدونا، اوف كورس عم يساعدونا. لذلك اجى السفير من ماليزيا لعنا علي ظاهر، وعندنا جوال الازي عم يساعدنا 100%. يعني في مساعده من السلطات اللبنانيه؟ ايه بيعملونا، بس شو هيدا بيعملوا لك حركات هون بيقولوا لك انه مثل اليوم حكينا على الامجريشن، رحت اشتغلت فيه بالامجريشن بالمسؤول الامجريشن دائره الهجره سوري، وما بتلفلنا بتقلنا قول بعد 15 يوم يطلعوا المحبيس من فوق. يعني كيف انتم بعد 15 يوم تطلعوهم؟ والعلم كيف بدي يتعرفوا على الاولاد تبعنا او يتعرفوا على هذا او ياخذوا دي ان اي منهم؟
يعني مشكلة غويصة 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 للغايين. نحن عم نطالب بإيش؟ بدنا نطالب إنه إذا واحد عم ينخطف من لبنان بنيجيريا بتركيا بسوريا عم تقوم الدولة كلها ويلحقوه ويبعثوا سيارات فاضية وسيارات مليانة وعم نشوف. نحن ما حدا عم يسأل عنا لأنه من عقار ولا أب. طيب سؤال أخير أبو طارق. أبو طارق سؤال أخير، متى سيتم نقل الجثث؟ ما فينا عم نحدد، ما فينا، بدنا حدا يجي لعنا من الدولة، لو انه وزير الداخلية او اي انسان او اي رئيس حكومي اي شيء، حتى يحكي مع الحكومة يسلمونا العلم. في عنا عالم هرباني، في عنا عالم مخبية، وفي عالم عنا كثير عالم هون. عنا بالقليل 100، عنا بماليزيا عنا 80، بماليزيا مين بده يجيب من ماليزيا؟ السيد احمد حمزه ابو طارق، شكرا لك على هالاتصال. سمحت شيخ كمان تاختم هالاتصال او هالتواصل معك، يعني شو بتطلب من السلطات اللبنانيه، والى اي حد تعتبر حقيقه انه السلطات اللبنانيه كانت على قدر المسؤوليه في هذا الموضوع؟ استاذ وليد، انت سمعت بصير ازدجاج هون، سمعت المأساة وسمعت المعاناة، معاناة شديدة ومأساة شديدة على الأحياء وعلى الجثث. نعم. إذن فيا أستاذ وليد الوضع خطير جدا، خطير جدا على الجثث، حتصير تتفحم وتصير رفات، وصار بدأ مختصين وخبراء مشان يحنطوها ومشان يحافظوا على ما تبقى منها، والأحياء صار بدهم من يكون إلى جانبهم من السلطات اللبنانية. صار بدأ يا أستاذ مثل ما قال اللواء ريفي، قال بدها غرفة عمليات، غرفة عمليات من الدولة اللبنانية. ما بيكفينا سفير ولا بيكفينا قائم بالأعمال، فالظاهر هيدي المافيات بدها دولة، وهذه السلطات المنحطة بدها دولة. بدها يا فخامة الرئيس إذا سامعنا، يا دولة الرئيس نبيه بري، أستاذ نبيه بري، يا دولة الرئيس نجيب ميقاتي، هذا نداء نحن عم ننادي. اخواننا بطرابلس عم يقطعوا الطرقات وعم يحرقوا دواليب. نحن في عنا مأساة بأبعيد بالمنطقة بعكار، نداء ونداء استغاثي وقبل فوات الأوان، لأنه شبابنا وربعنا وأهلنا حينزلوا على الطرقات بعد شوي، وحينزلوا على حرق الدواليب، وحتشعل عكار بجميع جوانبها. فنحن عم نحكي كلام والبعض عم يزعل منه. نحن مجروحين، نحن بدنا أولادنا، نحن بدنا قرايبيننا، نحن بدنا الأطفال، نحن بدنا المرأة الحامل، ضيوفك عندك بدال ما عم يتقاتلوا ببعض البعض بالاستوديو، لازم يصرخوا معنا ويقوموا معنا، والنواب تبعتنا والوزراء وكل السلطات في الدولة اللبنانية. ما بقى نرضى إلا من دولة الرئيس الحكومي يروح شخصيا على اندلوسيا، وهذا طلب أهل أبعيد وطلب أهل فنيدق وطلب أهالي المجروحين وأهالي الشهداء. نداء استغاثي يا دولة الرئيس، وين ما كنت بلبنان أو خارج لبنان، ما بيكلفك الأمر شيء، بس إنك تتوجه بطيارتك الخاصة وإلى اندونيسيا ومعك الدولة. رجاء رجاء رجاء. طيب سماحة الشيخ علي خضر، يعني الوضع في اندونيسيا خطير، والوضع في قبعيد خطير، والوضع في عكار خطير وأخطر. يعني مع النداء يلي عم بتوجهه منختم معك. طبعا نحن رح نرجع الى قبعيد بعد بالفقرة الثانية او الثالثة من هالبرنامج لحتى نتابع مع عدد من ابنائها هذه المأساة التي ضربت البلدة. مع الوزير شو رأيك بكمان يعني للأسف هذه المعالجة الحكومية، ما دام عم نحكي عن المعالجات الحكومية التي تحصل بهالأيام؟ هلا اكيد تعازينا وتفهم الحرقة، وسمعت بعض الناس اللي هيك السخفاء انه شو راحوا يعملوا، يحملوا مسؤولية نفسهم، كلام مش مسؤول. يعني هني ما راحوا لانه سياحة رخيصة، هني راحوا لانه قاطعين الامل. وقتها بتشوف صورة المنظر والاهالي، بعدين ما في جزء سيفتي، يعني حتى اللي بيجوا من كوبا على امريكا بيكون في مينيموم سيفتي على العبارة.
يعني اذا وقعت العبارة بيكملوا سباحة، يعني انه ابناء التبان يعني بعائلة انه راحوا بعد التفجيرين اللذين حصلا في طرابلس، يعني صحيح فقدوا الامل بانه عودة الحياة الى طبيعتها. صحيح، وحتى لما راحوا ما عندهم يعني بتلاحظ بالعبارة. نحن بعتقد فورا هيدي الطرح اللي هي ازمة الخلية، الحد الادنى اللي هو دبلوماسي رفيع، ضابط رفيع، وطبيب شرعي رفيع المستوى، بيتوجهوا فورا على اندونيسيا، على القليلة على الارض بيصير في تواصل دقيق ومعلوماتية دقيقة، تتقدر الدولة او الحكومة او رئيس الحكومة حدا يتحرك من قطاع المسؤولية بحد الادنى من الازمة، مش هالقد غرفة عمليات، بس اذا راح موظف الخارجية رفيع المستوى، ضابط رفيع المستوى، وطبيب شرعي، ببلشوا على القليل الأحصى، وماليزيا بتفوت عليها بلا فيزا مثل ما بتعرف، واندونيسيا في علاقة يعني بيقدر الواحد يتواصل ويقدر يوصل لنتيجة. برجع بقول لك دائما هو الحس بالمسؤولية وبالوقت، يعني نحن مشكلتنا بلبنان على طول بننبغت بالاشياء، يعني قد يمكن مع انه صادت يعني من الجمعه، يعني انه هل هو مباغته او انعدام القرار استاذ محمد؟ انعدام قرار ليست مباغته يعني فقط، يعني هذا بالحد الادنى. انا سجلت هذه امامي الملاحظه اللي ابداها معالي الوزير، انه على الاقل يكون في خليه تؤلف من قبل هذه الحكومه العرجه، هذه الحكومه الفاشله، هذه الحكومه العاجزه اللي ما عملت غير انه خلت ناس من مثل هؤلاء الشباب والصبايا والنساء والرجال والاطفال اللي فقدوا ارواحهم بامل انه يقدروا يهربوا من هذا الواقع السيء اللي عايشين فيه، واللي زادوا سوءا وزادوا سوادا هكذا حكومه خلتهم يروحوا يروحوا بهذه المغامره وبهذا الشكل. بالحد الادنى نعم يجب ان يكون هناك على الاقل من قبل وزاره الخارجيه ان يكون في حد ادنى من التحلي بروح المسؤوليه اللي للاسف فقدين لقينا مفقوده بالكامل. بنلاقي فقط يمكن لو كان الامر يتعلق ب ب ب ب بموقف ما سياسي كان مطلوب من النظام السوري دعما له، كنا شفنا الخارجيه وزير الخارجيه ركض يقوم بواجباته في هذا الاطار ويصول ويجول، او وفود بتروح للدين بالولاء للنظام السوري، هذه كنا بيعملوها بنلاقيها هاي. بينما للاسف بهيك حاله بهيك ازمه بتصيب اللبنانيين كل ذنبهم انه راحوا بداعي فقدان الامل بهذا البلد. بظل هذا الواقع السيء اللي فيه حكومه ما قادرين نالفها، حكومه حزب الله بالقوه بده يالفها بالطريقه اللي بده اياها، او عمرها ما تكون هكذا حكومه. سلاح فالت عم بيعمل امنه الذاتي مثل ما بده، بيضرب مثل ما بده، بيقتل مثل ما بده، ما في حدا يقول له وين انت ويا بحل الكحل بعينك. قصف يومي تتعرض له مناطق عكار ومناطق كثيره من عكار وبنلاقي الدوله ما حدا عم بيقول ليش عم بيصير، او بيحاول يقوم بالحد الادنى المطلوب منه يقوم فيه بهذا الواقع. تفسخ انحلال بالدولة، وبنلاقي انه الافرقاء المعنيين بهذه الحكومة متلهيين ببعضهم، متلهيين هؤلاء الوزراء انه كيف يقدروا بفترة تصريف الاعمال يحصلوا اكبر قدر ممكن من الصفقات واكبر قدر ممكن من الاموال ومن مال الحرام، وكله على ظهر هؤلاء الناس. هذا اللي عم بقوله استاذ وليد. من يعني وضحت فكرة بدنا شو الموضوع. نحن هلأ ايام ذكرت ايام المدرسة كان يبقى حدا كاتب أزرف كتيبة تحط له صفر المعلمة وتكتب له أور سوجي. لا بس هي مربوطة الإشياء ببعضها. لا هي مربوطة الإشياء يعني عم بحمل السلطة السياسية. لأن الوضع المادي كتير مرتاحين ولأن الوضع لو اليوم رئيس الحكومة رئيس السنيورة ما قشطت العبارة. وضع اجتماعي. لا في شيء هون. بعدين لا عم يحكي عن المعالجة استاذ سليم. أكيد سقطت العبارة. أنا عم بقول استاذ محمد بس خلينا نسمع وجهة نظركم. شو الموضوع؟ على الموضوع طلعنا برات. كنا عم نحكي عن مأساة العبارة وتقصير الحكومة كمان. والله تقصير الحكومة على الأقل بمعالجة تداعيات الحادثة. يا استاذ وليد. هيدي الحادثة في أمور سباقية قبل الحالة اللي وصلنا البلد. نحن أنا قلت لك بأول حديث لك أحكي من 88 حش قلبي للبلد 88 شو صار الواصل البلد نحن ليش علينا داين شو صار. طب هلا الكل مسؤولين هلا بس ليش علينا داين 65 مليون مين نهبوا للبلد؟ ايه مين نهبوا؟ مين هو اللي نهبوا؟ مين سرق المصريات وراح فيهم لبرا؟ مين؟ ليك بعترفوا بالحقيقه اعترفوا بالحقيقه على لما نجي لما صار لكم سنتين بالحكومه اي مصريات اي مصريات حساب المهمه وحساب عم يحكي عن العماد عون وينه هذا في كتاب لعنه القصر الاستاذ غسان شارب
الرئيس الحريري بيسألوا الأستاذ غسان شاربل. شاربل 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 بزحلي من أول هو شاربل. سألته عن كمان ملف كمان حتى على الاسم مختلف. سألته عن الملف القضائي لعون. سألته عن الملف القضائي لعون والاتهامات الموجهة إليه، فرد مبتسما: إن كنت تتفق مع عون أو تختلف معه، لابد لك من الاعتراف بأن هذا الملف سياسي. للأسف لقد نجحوا في برمجة القضاء وهذا الأمر خطير. مين عم يحكي هيك؟ الرئيس الحريري. هو إذا بيخالف هالشيء بيكون ضد الرئيس الشهيد. يا أخي بيكون ضد الشهيد، بيكون من قتلة، بيكون من قتلة الرئيس. هيك طلعت معك جدية الأموال الدولية. جدية الأموال الدولية هيك تركت قبل البريك. نو رح نرجع بس تانية. بس أنا ليش عم أقول طلعنا برات موضوع بس أمور ما فيها تمرق. بس الحكومة مسؤولية الحكومة. ما عم مش بس مسؤولية الحكومة. من غير موجود لهون اللي مش بس فسد وأفسد، بتبلش بسوليدير اللي هي أصحاب الحقوق نهبوها، خي ممصوا البلد. أنا ليش عم أقول سوليدير؟ لانه كل البنى التحتيه الدوله اهتمت فيها بالسوليدير، تركت المناطق. هاي سياسات حبيبي. نحن الوضع برايك برايك انه السياسات الماليه تبعونه السياسات الماليه هي التي اوصلت اثرت البلد. يجوا على الانتخابات بس يرشوا مصاري للانتخابات اللي حساب زيدوا المهمة. زيدوا الفقر فقرا اللي حساب المهمه وقتل. القروض اختفت اليوم. ليش ما عندنا موازنه بالبلد؟ لانه الخزنه تاعت القروض كل الهبات كل ما في دولة. هلا بدي فوت بالملف. رجع للحديث بيحكي السؤال سأله استاذ وليد. البنك الدولي بيقول ما في محاسبة بلبنان. طيب لنرجع نحن، خليني بس في شيء قطع وقلت لي انت شفت كيف بيضيع الوقت. نرجع اول شيء اكيد ما فينا انتقلنا دغري من الموضوع كنا عم نحكي فيه النازحين. لا ما هو صار موضوعنا لانه فرض حلو يعني بين اللاجئين والهاربين. إيه؟ اكيد متعاطفين معهم ونتمنى يعني انه الامور مع عندهم. انتبه كل عائله بيعه فوق او تحت لراحت يعني طبعا. 50,000 دولار شخص 11,000 دولار. يعني بالاخر في من تاني ميلي معاناه كثير كبيره، باعوا املاكهم، باعوا حالهم وراحوا. وهيدي برجع باكد لك المسؤوليه بترجع على كل هيدي السياسات اللي وصلتنا لهون اللي عملت بالبلد هاي. في حبيبين برجع على الموضوع. وانتوا شو عملتوا؟ استاذ محمد بالنتيجه كل واحد منكم وجهه نظره واضحه بالموضوع الأساسي. بس خلينا نرجع لانه كنا قطشنا عليه وهذا بحب ارجع له انا لانه انا بحب احكي شيء علمي مش شيء غوغائي بس لصف الحكي. كنا اشرنا بحديثنا يعني كنا اشرنا للعدد أصدق. كنا اشرنا للعدد وقلنا انه في 760 الف مسجل والتقديرات كلها هي اكثر من هيك. كمان بدنا ننبه المشاهد بالرغم من خطوره العدد يعني في بعض مش محصي معهم الفلسطينيين اللي اجوا من سوريا لانه اعدادهم كمان منا هي نتيجه الازمه السوريه كمان نتيجة الأزمة يعني السورية. يعني فلسطينيين جدد صحيح اللي هن سالتها ما بيحصوا عددهم تقريبا بحدود 40,000 شخص. صحيح. هودي كمان مسجلين؟ لا عندهم لا ما انه عندهم بس سجلوا سجلوا عند الانروا 40,000 يعني بتصور هول مسجلين دائما بس 40,000 يعني صرنا 800,000 مسجلين بين سوريين وبين فلسطينيين. زادوا بعد معركة. في لبنانيين كمان عادوا من سوريا كان لهم فترة مقيمين بسوريا ورجعوا إلى لبنان. يعني المجتمع مركب من طيب. كل هيدا الفئات. على أهمية العدد الأهم من المخاطر لأنه مرقنا عليها هيك مرور الكرام. عدا العدد وحكينا بأموال كمان بدنا نكون دقيقين بالعدد. أول شيء بيقول لك إنه عدد اللبنانيين اللي رح يزداد تحت خط الفقر 170,000 لبناني. يعني أنا عم توجه للمواطن اللبناني قل له في 170,000 منك بده يصير بخط الفقر. في 1,000,000 لبناني رح يزيدوا فقرا بنسبة 21%. يعني هيدي الأرقام اللي طالعة بالتقرير، هيدي الخطورة. يعني خليه يعرف المواطن عم نحكي شيء يعرف مدى خطورته أكثر من هيك. حكومته شو عملت تتعادل توجه القصة؟ عن 7 مليارات ونص. هو عم بيقول الحكومة اللي له 10 وزراء فيها شو عملت؟ منه قادر يعمل. عم بيقول عم بيقول إنه أنتوا عندكم تحالف تحت الطاولة مع حلفاء. بشرفك ما يضيعنا ما يضيعنا يخدمنا. لا 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 ما بنجاوب بيرجع مثل كأنه ما حكيت شيء. دق المي مي ما فيش مجال. ما بنقول له شو مختلفين نحن والحكومة. عم نقول له سياستنا سياستك يا حكومي مش معجبتنا نحن ضدها. بيرجع بيقول لي فيها انتم الحكومة شو لبقت فيها. طب شو بعمل انا لبقت فيها ليه ما استقلت يا خيي؟ مش شرفك هي جدل عقيم صار اسمه. خليني بس وصل انا بهمني المواطن يفهم علي تماما. هيدا بهمني المواطن يفهم تماما شو عملت وشو عم بيصير. رح اقول له شو عملت. 7.5 مليارات دولار ضحيه عن الكلفه. خمنا هيك
هيدي بس الاقتصاد، هيدا تأثير النزوح على الاقتصاد بس من 2012 لل 2014 رح يكون 7.5 مليار، يعني عم نحكي عن سياحة وتجارة وخدمات وبضائع، بس في على المالية العامة تأثير اللي هو ما بيقل كمان 6 مليارات و100 مليون، مش مزحة، اللي هني خدمات مباشرة تقريبا 1.1 مليار، كلفة تحقيق الاستقرار 2.5 مليار، وتقلص عائدات الدولة 1.5 مليار. فإذا ما عم نحكي بس عن 7.5، وعم نحكي بزيادة عنايون عن 6.1 مليار. برجع بقول كمان لما يكون تشوش على المواطن اللبناني، نحن مع الحكومة مختلفين على العلن على راس السطح. نحن عم ندق. طب خلص بمعزة عن هذه، بدي أسألك هلأ عن هذا الوضع، يعني عم تسمعي هالنقاش، عم تسمعي أنه بمعزل عن الاختلاف السياسي، بس كل الأطراف عم بتأكد أنه في نتائج مأساوية ربما على الواقع اللبناني. إلى أي حد بأنتو العمل الذي تقومون به يمكن أن تساهموا بتخفيف هالتداعيات السلبية على الواقع اللبناني؟ صحيح، التداعيات واضحة يا ملموسة بالمجتمع. بلشنا ندفع الثمن اليوم بلبنان، ثمن كرم المجتمعات اللبنانية، يعني في قصص ما عم تنقال، نحن بنشوفها كل يوم. عائلة لبنانية استضافت عائلة سورية بمنزلها ببيوتها من غير مقابل، يعني فعلا قصص مؤثرة. بس اليوم اللي عم نحاول نعمله خاصة عند هالنقطة ضمن إطار تمويل يعني محدود، هو إنه نطال المجتمعات المحلية ضمن برامجنا. يعني اليوم لاحظين بنداء التمويل الأخير اللي كنا أطلقناه، 1 مليون لبناني من المجتمعات المضيفة ببرامجنا. يعني بنقعد مع مثلا أصحاب مثلا رؤساء بلديات، أشخاص واصلين بالضياع، تنبحث معهم شو هن احتياجات الضياع، ونطبق مشاريع يعني بتفيد المجتمعات المحلية. مشاريع انتاجية؟ مشاريع انتاجية يشارك فيها السوريون، اللاجئون السوريون؟ لا، بتفيد المجتمعات المحلية لتساعدهم على استيعاب الأعداد الكبير. مثلا إدارة النفايات ببعض الضياع، يعني حتى مشاريع صغيرة من هالنوع، أو إذا بدك تعزيز الزراعة. حققتوا نماذج معينة على الصعيد هيدا؟ في لليوم 90 مشروع من هيدا النوع بعدة مناطق بلبنان. اللي عم نحاول نعمله اليوم بأكيد إذا وصل تمويل أكبر من هلأ لآخر السنة، هو نطبق أكثر مشاريع من هيدا النوع، لأنه إحنا على وعي عن تأثير الأزمة السورية على المجتمع اللبناني. برأيك بداية التمويل الذي يحتاج إليه لبنان لاستيعاب على الأقل أنه أقل قدر ممكن من التداعيات السلبية؟ يعني اليوم الميزانية اللي عم نشتغل فيها تنطبق هذه المشاريع يعني ضئيلة جدا، ولكن تقريبا بحدود 20 مليون حنكون بحاجة لهم تنطبق مشاريع بتفيد المجتمعات المحلية. 20 مليون بأي مدة زمنية؟ من هلأ لآخر السنة. 3 أشهر يعني. هلأ تطبيقها حيكون صعب أكيد. يعني دايما بنرجع من مد مشاريعنا لفترة أكبر، وكمان يعني كل المشاريع اللي عم نطبقها كانت بالنسبة للتعليم، الصفوف الإضافية اللي عم نعطيها خارج إطار الدراسة الكلاسيكية عم بتطال المجتمعات اللبنانية والأطفال اللبنانيين. كمان في مثلا برنامج ال WFP، برنامج التغذية العالمي، بالقسائم الشرائية اللي عم بيطرحها اللي هي بتنصرف بالدكاكين المحلية، عم بتفيد الدكاكين المحلية بالنهاية. يعني في إفادة، ولكن الضغط والتداعيات ما يعني أكيد ما نوصل. دكتور قبل ما لا أنا ما خليتني كفي من دخلتي. عم تكفي أنا كنت عم أقول لك أنا قبل الحلقة قلت بدي أطرح الحلول. قلت لي الحل اللي عندكم إياه هلا بعد البريك بتقول شو الحل. لا قلت لك بعدين بآخر الحلقة شو بدنا نترك يعني لآخر الحلقة إذا من هلا بلشنا بالحلول. دكتور كمان بدي أسألك عن الاختلاف السياسي، إلى أي حد يعني قبل ما نرجع نتابع بالتداعيات الاقتصادية، إلى أي حد بظل وجود هذا الخلاف أو الاختلاف السياسي حول مقاربة حتى هالموضوع هيدا يمكن التوصل إلى حلول والنتائج عنه؟ أنا طرحتها من سنة بس رح عيدها هلأ. نحن بنعتبر حركة النازحين مثل ما عم بيتفضلوا الكل، مثل واحد بوقف النهر بالملعة في استحالة. نحن طرحنا انه الحلقة الحقيقية بالسد بالنسبة للنازحين لانه ما في قرار سياسي واضح، ولانه الطرفين بالصراع ما عندهم قدرة على المعالجة الجذرية. اول شيء هو جهاز البلديات، وانا حتى طرحت كان في مصاري متراكمة من الاتصالات للصندوق البلدي، وكنت طرحت انه هيدي المجار هو المسار اللي بيخلق اول نتورك بيضاين بالازمة. يعني نحن بنعمل 3 سيناريو، ما في حكومة، في رئيس، ما في حكومة،
شو بنعمل؟ ما في حكومه وما في رئيس، عم نحكي 8 اشهر يعني ما فيك ما تطلع صح لأياد يمكن انه ما فيك ما تطلع على السيناريو مزبوط. بالازمه اللبنانيه شو بنعمل نحن بالاجراءات العمليه تنقدر نخفف من حده هذه الحركه؟ يعني اليوم انت ما فيك تطلب من الهيئه العليا للاغاثه الحركه انجع عم تلحق على اشكاليتها. مشكور وزير شؤون الاجتماعيه يعني ما عم يهدى بس بالوقت ذاته ما هو الاشكال اللبناني اعلى يعني نحن عندنا اشكال بلبنان عاده بالعالم بيحكوا عن دولار ودولارين بالنهار بلبنان اذا بتاخذ على 4 دولار او بتاخذ على 8 دولار على 4 دولار بالتقرير مليون وبصيروا مليون و200 اذا بتاخذ على 7 دولار و8 دولار رح تشوف انه الازمه ضخمه جدا للشخص للفرد ايه مدخوله اليومي ايه. بتطلع بتشوف الازمه ضخمه جدا وبالتالي انت لازم تعمل اثنين شانل وحده على المستوى البلدي اللي بتقبض بتقدر تضبط وعندها جهاز اداري قانوني بيسمح لها الحركه اذا عندك شلل طويل شو بدك تعمل بدك ساعتها السلطات المحلية هي بتتحرك وبدك يكون عندك هيئة خاصة لهالموضوع لأنه هيئة العليا للإغاثة مش ملحقة على اللبنانيين وأزماتهم والوزارات يعني إحنا اليوم إذا حضرتك بتشوف الفراغ يلي بالحكومة على مستوى الإدارات وعدد الفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الفارغ أنجأ فيهم يقوموا باللبنانيين كيف بده يقوموا بضغط الغير لبناني يعني شو بتقتل استحداث هيئة؟ أول شيء شبكة البلديات لازم يكون عندها نتورك واضح وصريح بالإحصاء لأنه عندها قدرة قانونية على الحركة المالية والجزء الثاني يكون في هيئة خاصة لشؤون النازحين السوريين يلي قادرة تتفاعل بتمثل فيها اللي بدك يتمثل بس المهم يكون في جهاز واضح وصريح يقدر يتحرك لأن احنا الجهة الرديفة مع المجتمع الدولي ملبكينهم هلا صح مين نحن مع الجهة حكومة مين بده يسلم المصريات ما رح يجي مصاري من ناحية اللي الناس مفكرين فيها لأنه التدفقات حضرتك سألت جدية الأموال الدولية الإنسانية ما في مشكل فضلت المدام المنظمات عم تسعى 500 مليون منه رقم سهل على الإنساني المشكل هو بالكرامة المجتمعية يعني كيف رح يتموضعوا هالناس بينجوا أو ما بينجوا يعني أنا كنت مقترح يعمل نعمل منطقة اقتصادية على الحدود منطقة اقتصادية اللي بده يشتغل لهون والمجتمع الدولي بيمول منطقة اقتصادية شو أزمتنا نحن بدك طحين بكرة يبعثوا لك طحين ما رح يشتروا من المحلات بدك تياب رح يجيبوا تياب يبعثوا تياب ما رح يشتروا تياب من المصانع المحلية وهيدا أزمة كبيرة على اقتصادنا في جدية الإنسانية موجودة هي الكرامة المجتمعية كيف تتحول وجزء الثالث الأهم المالية العامة في استحال يوصل مصاري على المالية العامة والفراغ رح يكون بين 3 و 3.5 مليار دولار سنة وأبعون مسؤولية كلام يعني رايحين على أزمة اقتصادية أكبر انطلاقا من التداعيات هيدي لأنه شو عملوا الفقير اللبناني رح نصير مليونين يعني بال 2015 بنصير مليونين معدلهم بين 5 و 6 دولار بالنهار طيب شو بنعمل؟ تزداد الأزمة اقتصادية رح نرجع نتابع طبعا هالحوار وإنما بعد فصل إعلاني تاني ومن جديد ننتقل معكم إلى بلدة قبعيت مع الدكتور حمزة عبود رئيس بلدية قبعيت مساء الخير دكتور مساء نور أستاذ وليد يعطيك ألف عافية شكرا وطبعا مع التعازي الحارة بدي أسألك عن آلية العمل ومتابعة الموضوع مع السلطات الإندونيسية كيف عم بيتم هذا الأمر وهل أنت مرتاح إلى الآلية بهالخصوص هيدا؟ بالبداية بدنا نعزي حالنا ونعزي لبنان والوطن ككل بهالحادثة الأليمة اللي حدثت بإندونيسيا وصراحة يعني من لما عرفنا بالحدث وصلنا أول شيء اتصال من الشخص الناجي اللي هو حسين أحمد خضر يلي توفت عائلته كليتها مع زوجته مع أولاده وتوفوا بالحادث اتصل فينا من سيليار مستعار وأخذنا الخبر ووسائل الإعلام طبعا ساعتها عرفت بالخبر ووصلوا لعنا وسائل الإعلام ورفعنا الصوت وتفاجأنا أنه بالبداية على أساس كان في شخص بس بالحادث تفاجأنا أنه العدد كان كبير جدا والحادث كان كبير والزورة تدمر كليا
بعد طب اليوم يعني عم نحكي هلأ عن الحادث بحد ذاته اليوم، هل أنت مرتاح إلى سير الاتصالات مع السلطات في إندونيسيا، أم تعتبر حقيقة أنه في نوع من المشكلة الحقيقية مع السلطات الإندونيسية؟ امبارح الصبح راح وافد من عنا على إندونيسيا، نعم، وتقابلوا مع القائمة بالأعمال هونيك، بس الظاهر انه الوضع هونيك مش مثل ما كنا متوقعين، انه كل شيء ميسر من قبل الحكومة الاندونيسية، والقائمة بالاعمال حتكون تشتغل شغلها كممثلة للبنان هونيك، بس لحد هلا ما في شيء على الارض يعني مقنع حتى الان. شو يعني من شو يعني الاحوال منا ميسرة هونيك؟ شو بتقصد بهالعبارة هيدي؟ الأشخاص اللي تجوا على إندونيسيا حكوا معنا إنه الحكومة الإندونيسية سجن الأشخاص اللي نجوا من الحادث واللي توفوا بالحادث بالمستشفيات، مش معروف عن وضعهم كيف، بس خبرونا كمان بعض الأشخاص إنه وضع الجسس هونيك وضع مأساوي جدا، ونحن هون عم نعمل اتصالاتنا مع وزارة الخارجية اللبنانية ومع دولة فخامة رئيس الجمهورية، كمان حكينا معه، وإن شاء الله يعني شو بتطالب يعني الأمور إنه تأختم معك، يعني شو بتطالب السلطات اللبنانية؟ نعم. شو بتطالبها؟ وهل تعتبر إنه مقصرة بعد لحد هلأ بمواجهة هالكارثة؟ طبعا حادثة كبيرة أليمة مثل هيدي المفروض على مستوى المفروض تكون على مستوى لبنان وعلى مستوى إندونيسيا على مستوى الدولتين ككل، وحتى على مستوى دولة أستراليا اللي هي اللي لها يعني لها حصة كبيرة أظن بالحادث اللي صار. فلذلك أنا بعتقد إنه الأمور مش كافية لحد الآن. واليوم مثلا بكرة أنا متجه على إندونيسيا من قبل الحكومة اللبنانية ومن قبل دولة طبعا نستنى مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، ويسن الأمور مع سيادة اللواء محمد الخير، وحناخد إن شاء الله بكرة حأتوجه أنا على إندونيسيا. بس بعتقد أنا أنه مش راح اقدر اقوم بواجبي كما يجب هونيك، انا مش راح اقدر امثل دولتي ككل هونيك، مفروض الامور تكون اوسع من هيك شوي. رئيس بلدية قبعيد دكتور حمزة عبود، شكرا لك على هالمداخلة هيدي. استاذ محمد، تنرجع الى موضوعنا، يعني مثل ما لاحظتوا انه عندنا موضوعين بس ما كان فينا الا انه نواكب هذا الحدث يلي حصل. في كتير اتصالات على الفيسبوك على تويتر عم بيقولوا انه اخطر، ومنا مثلا مداخلة السيد ريمون ابي داوود يلي بيقول انه اخطر ما يواجهه لبنان هو ازمة اللاجئين السوريين، لانهم مدربون بمعظمهم عسكريا وفقراء مما يسهل ان يستخدموا امنيا. هل بتوافق على هالامر هيدا؟ لك الهجس الامني يعني هجس موجود ما في الواحد يشيله من الحسبان، بس ولكن السؤال هو كيف ضبط هؤلاء لحتى ما يكون في اي استغلال او استعمال امني لهم بالبلد. وهون بنرجع للقصه الاساسيه، يعني انا يمكن الاستاذ سليم دائما عم ياخذ علي انه ليش عم برجع للحكومه، لانه بالنهايه في سبب. نحن عايشين بمشكل، عايشين بأزمة، عايشين بمأساة بهالبلد هذا، طيب مين بيتحمل مسؤوليتها؟ إذا كان المنطق هو أنه أنا قلت اللي عندي وقت اللي كنت بالحكومة وخلص كفى الله المؤمنين شر القتال، لم نكون عملنا شيء. السبب الأساسي والمشكل الأساسي اللي نحن عايشين فيه أنه عنا دولة ضعيفة. مين خلى هذه الدولة تكون ضعيفة؟ اللي خلى هذه الدولة تكون ضعيفة هو هذا السلاح اللي خارج عن الشرعية، هذا السلاح المتفلت، هذا السلاح اللي هو السلاح شو خصه بهالموضوع هيدا؟ لأنه هو يضعف الدولة يا أستاذ وليد.
يعني انت 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 لما بيجي بقول لك انا انه والله في الاجي المفروض انه عندنا خوف من ان يكون هناك استعمال امني لهؤلاء السوريين. طب لو كان في اجهزه امنيه عم تقوم بواجباتها بالشكل المطلوب او عندها الامكانات والقدرات لتقوم بواجباتها بالشكل المطلوب، كان عندنا هذا الخوف؟ طب ليه هذا الامر ما انطرح بالاردن؟ ليه هذا الامر ما انطرح بتركيا؟ طب ليش عم ينطرح باللبنان؟ الامر يتعلق او بالسلاح او بالتركيبه اللبنانيه الهشه من الاساس، اذا بدنا نستعيد التجربه الفلسطينيه كمان، يعني جميع الفلسطينيين وقت اللي وزعوا على الدول العربيه كمان ضبطوا بالشكل الذي يجب ان يتم ضبطهم، بينما بلبنان انطلاقا من التركيبه الطائفيه اللبنانيه صار في هذا التفلت والانفلات. هذا يعني انا بدي ناقشك بهذا الموضوع، بدي اقول انه فعلا انه في امامي نحن من سنه 69 لحديث الان في عندنا هذه المشكله، كانت بالسابق بسبب وجود السلاح الفلسطيني، والان هو بسبب وجود سلاح حزب الله وكل السلاح اللي بتفرع واللي حواليه واللي عم يسبب فيه وشو ما كان شكله وكيف ما كان شو ما كانت شمسيته، انا كل هذا السلاح اللي خارج اطار البز الرسمية خارج الإطار الجهاز الأمني الشرعي أنا ضده. يعني بعنا بزيت المشكل يعني من اللاجئين الفلسطينيين إلى اللاجئين السوريين المشكلة هي ذاتها، وإنما تغير الفاعل. المشكلة الأساس هو هذا الخروج على الدولة، هذا الخروج على الشرعية. من هون أنا وقت اللي بحكي مع الأستاذ سليم، التيار الوطني الحر تيار موجود وعنده جمهوره وعنده ناسه على الأرض، مثل القوى السياسية تاني كمان موجودة. طب ما لما يكون في عنا توصيف موحد للمشكل، المفروض بهذا التوصيف الموحد بالمشكل على القليل يأسس لحتى نصطف فيما بيننا لحتى نواجه أصل المشكل وكيف نعالجه. هذا اللي عم بطلبه، هذا عم بطلبه من الكل. طبعا هذه المواجهة وهذا الاصطفاف ماني عم بقصد منه أبدا أنا أن يكون اصطفاف ضد طائفة أخرى لا سمح الله أو ضد فئة لبنانية أخرى، لا. أنا كل ما هو مناقض ومنافي لا الدولة ولا مؤسساتها أنا رافضه. وبالتالي وقت اللي بيكون في عندي دولة قوية، برجع بقول لك يا أستاذ وليد، ما بيكون في عندي دولة قوية ما بيكون هذه الهواجس بتكون بحدود الدنيا. التداعيات اللي عم نتحدث عنها الاقتصادية واللي رديت أن لعدم وجود كان خطة لدى الحكومة للمعالجة بالأساس وعددت شو هي أسبابها. لو كانت هناك خطة موجودة كانت الداعيات يمكن موجودة نعم، بس ولكن قدرها أقل بكثير من اللي نحن هلأ عايشينه. هلأ لما تحدث معالي الوزير وقال بموضوع الانعكاسات والاقتصادية ممكن تصير بعدين، وقالوا ما بعرف إذا قالوا بالبريك ولا قالها على الهواء إنه إذا كان استمر الأمر بهذا الشكل بدون حكومة إلى 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 فترات كم شهر كمان لقدام، هيدا رح يعمل مشكلة كبيرة كتير بالبلد يصعب جدا 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 معالجتها. طب مين اللي عم بيمنع تأليف هذه الحكومة؟ يعني بالنهاية ما إذا ما أنا وصفت المشكل وما رديتها لأساسها كيف بدي كون بدي عالجها؟ تنسأل الوسط الدكتور الطب. من يمنع تشكيل هذه الحكومة؟ عوامل كثيرة عوامل كثيرة جدا برأيي أنا، فيها شيء داخلي وفيها شيء خارجي وفيها زبائنية سياسية، يعني أمر معقد جدا. وهذا الفراغ وأنهاك الدولة بتحس وكأنه مفتعل، لأنه الفراغ مفتعل أو مقصود، لأنه الفعر الفراغ ينهك الدولة. يعني كل مرة نحن بيطلع شخص عدى يعود بنحط بالوكالة في مراكز بعرفها بلبنان صار مرئين 4 بالإنابة لتشوف قديش في ضعف على المستوى. هل فراغ مقصود؟ أنا اعتبرته مفتعل. هلأ وصولا إلى ماذا؟ افتعاله وصولا إلى ماذا؟ نحن بمرحلة تفكك، وهذا التفكك بتحسه يومي. ما في يعني بعطيك مثل، مصرف لبنان دائما بيركزوا عليه انه تدخل تحمي الاقتصاد، تدخل تفعل الاقتصاد. في حفز مليار مليارين بس، وما في يعمل تحفيز بعجرين. صحيح. يعني بدي اقوله انه التركيز الاساسي على السياسات المستقبليه هي الواقع الحقيقي، لانه الامن باخر دراسات تبين انه اذا كان في عندك ضبط اقتصادي بيضبط الإيقاع الأمني، إذا ما عندك ضابط اقتصادي تتعرض حضرتك لتدهور أمني. حكيت بأول مداخلة لإلك عن الواقع التربوي، محمد خلجي بيقول إنه في زحمة أماكن في المدارس الرسمية لا سابقة لها، أصبحنا عم بيقول هو طبعا بيقول بصيغة المتكلم، أصبحنا نعمل واسطة للتلميذ اللبناني في بعض المدارس الرسمية لأنهم يبدون السوريين لاكتساب بعض الرضا.
وفيك تزيد عليها كمان نفس المشكل بالمستشفيات. نحن عندنا 3000 وشوي مدرسة بين خاصة ورسمية، عندنا أقل من 50 مرائد بالدولة. يعني أتأمل قديش رح تكون الفوضى عارمة، رح يكون في ضغط على وزارة التعليم وضغط على وزارة الصحة لتقدر تقدم الخطر بكل هالأماكن هودي. مش مين بيدفع لهم، ما هو المستوى اللي رح يتعالجوا فيه بهالمدارس هيدي، وهل سيكون ضغط على المدارس للتراجع بالمستوى التربوي كي تستطيع، لأنه بتعرف المستوى اللغات بالدولة العربية السورية مستوى منه متقدم جدا، التعليم الخاص محصور جدا، وبالتالي المنافسة في التعليم هي ضعيفة جدا، وبينما الواقع اللبناني هو المعاكس تماما، لغات ثلاث، منافسة في القطاع التعليمي وقطاع خاص متطور، يعني خاص أنه ضرب بنية التعليم اللبناني انطلاقا من هالمخاوف. واحدة من ركائز لبنان هي المستوى العلمي يلي ممكن يتعرض للتراجع بشكل جدي، لا يقدروا يتبرمجوا، لأنه إذا بك تعمل لهم مدرسة بعد الظهر، وهذا مشروع جدي أنه المدرسة بتسكر على التنتين للبنانيين، تفتح من الثلاثة للسبعة عشية للسوريين، هيدا نتورك بينجح، بس هيدا بتعرف قديش كلفته؟ ما بتصور رح يكون هذا الخيار مع الوزير. أنا بتصور الخيار اللي هلأ ماشيين حسب معلوماتي أنا بالموضوع بدرب قوي، هو أنه قبول هؤلاء الطلاب أو التلاميذ السوريين بالمدارس الرسمية. نحن عم نحكي عن المدارس الرسمية، وكان حتى عن المدارس الرسمية وقبولهم بالمدارس ضمن المنهاج اللبناني المعطى. هذا بتقلي انه لما يكون في تفاوت، بس الاستاذ اذا فات على الصف في تفاوت، في تفاوت بهذا المستويات، هون يبدا التفعيل يمكن الهيئات الرقابيه بهذا الموضوع ودور الوزاره بهذا بهالاطار في دوله مفككه طبعا. نعم على مبدا تفكيك الدوله، والسؤال من يضعف الدوله؟ من يضعف الدوله؟ استاذ طبعا بدي ارجع معك الى الملف الامني اللي طرحته على الاستاذ محمد. هل تعتبر انه الملف الامني هو الاخطر في قضيه اللاجئين السوريين؟ من الأمور الخطيرة، بس خليني أكد على الموضوع من وراء الحديث. فإذا نرجع للبداية أنه مزبوط، بس الكل اللي حكيناه نحن ومنافسينا بالسياسة عم نأكد على أكثر، أنه أكبر وأخطر أزمة عم يشهدها الكيان اللبناني. هاي كله مضيع، ما بنعترف أنه بتشكل خطر. خليني بس بالتسمية اختلفت أنتو يا على المفهوم، كمان أنه الكيان بخطر، مش الكيان بخطر، ما حدا قطشته أنا بقى بدي كفي بس كل الأمور اللي كانت عالقة. حضرتك تفضلت وقلت مشكلتك منكون ما نحكي بموضوع بيزيد وبيضيفوا علي أشياء كتيرة. قلت مين عم يمنع تشكيل الحكومة؟ أنا برأيي نروح أوسع، مين عم يمنع بناء الدولة؟ نحن ليك عم بفتح الماضي مش لناخد منه العبر ولا نرجع نقول عم نكرر أخطائنا، مش لحتى نحاسب بعضنا. نحن من التسعين سلمنا قرارنا للخارج وما تعلمنا. نحن من التسعين ما بنيت الدولة، اليوم قاعدين عاملين مندب ونبكي على الأطلال. ما بنينا دولة. اليوم أنا كتيار وطني حر خلافي حتى مع حلفائي عشو، أنا مش مختلف اليوم مع حلفائي تحت أي عنوان، تحت عنوان بناء الدولة. بقى ما هذا موقف متقدم ضحيه مختلف حلفائي على الموضوع ايش مش معقول ضل عليه بينه مكتشفين اكتشفت يبقى على هذا الموقف اكتشفت سر لا بس عم بقول له الأستاذ محمد النقاط. ايه من النقاط المختلفين عليها بس عم بقول لك ان شاء الله تضل عليه لو هلا ما حكي هيدا للمرقعه مش اي مرقعه انا بدي احكي انا قلت لك وجهه نظري انه انت هلا لما سالت انا عن التيار العوني يا ريت بنوا الدوله هن اللي استلموها من سنه التسعين ما راحوا على تقاسم مغانم هن والباقيين كلهم حكوا شيء جديد له بشرفك انا حكوا شيء جديد انا انت بدك جديد بتضلكم بترددوا نفس الاسطوانه مش لما تكونوا موجودين ليش بيزعجك ماضي ليش بيزعجك يا عيون ليش لما تكون بموقع المسؤوليه ما بتعمل شيء ولما ما تعمل شيء بتقول ما دخلني ليه هلا انا اخذت قراري هلا ما خلي حدا يحكي بقى بس خلص حكي مش خلي حدا يحكي بدي انت سالت السؤال عم جاوبك بس طيب خلص ساكت لا ارجع للموضوع بس بدي الفت نظر لانه كمان ما بحب ارقام تمرق هيك في statistics لبنان statistics لبنان للأستاذ ربيع الهبر اللي هو مديرة عملت إحصاء عدد الفلسطينيين اللي هندي بلبنان 447 ألف فلسطيني وهني بالنواحي الفقر كتير حالتهم كتير متدني يعني المستوى المعيشي عندهم والحياة عندهم كتير متدنية هذا كمان لازم نلفت النظر
في بهمني انا احكيك بالحلول، بس كمان خليني مره لتعرف انه حتى امور بسيطه ما بتجي على بال الانسان. اليوم بزحلي عندنا مطمر للنفايات، قدرته اليوميه للاستيعاب او كان يستوعب كل يوم 160 طن نفايات. اليوم بالأزمة هاي في 200 عم يجي علي بسبب النازحين السوريين. أنت خد قيس على أمور بسيطة ما بتجي على يعني كل الأمور عم تعيش تضخم. بهمني روح على الحلول. مع أنه بالموضوع المالي شيء الملف هلأ، بس ما بدي خرب الأمور ببعضها، بدي فوت بالموضوع الحال. بالبنود الأربعة، البنود الأربعة والثلاثة هني بالأحرى، ثلاث بنود للحال ما دام مصدر يعطيهم عناوين وبعد آخر فاصل منفصل. طيب أولاً، أول إجراء هو وقف استقبال النازحين السوريين من اليوم وبالطالع إلا بالحالات الاستثنائية. بالحالات الاستثنائية يعني اللي بدها موافقة وزير الصحة وزير الداخلية وزير الصحة، لأن بيكون حالة إنسانية طارئة نحن ما بدنا نمنع. تاني بند، تاني بند إخراج السوريين الموجودين في لبنان وإعادتهم إلى أرضهم وإنشاء مخيمات لهم في بلادهم، خاصة أنه الأراضي السورية بمجملها أصبحت هادي. ثلاثة وهون لا هون بدي شير بتفصل، قلت لك بترجع بتفصل مش حفصل هون، بس لشير انه لانه ما رح يجي الوقت لشير لهم. بلا تركيا والاردن على الحدود عملوا هيدا الحل وسكروا الحدود وما عم بيخلوا حدا يمرق وعاملين مخيمات. ثالث حل، ثالث حل التمويل اللي عم ينحكى عنه. هيدا التمويل لازم يكون تمويل لعملية الخروج مش لعملية البقاء. وهيدي النقطة اللي قلنا بنختلف فيها مع الحكومة، ووقت اللي بيقولوا لي اعملوا بالحكومة عم نطلبهم تعالوا نعمل اجتماع لنقر الصندوق السيادي اللي بده خمس دقايق منقره. طب ما عندنا القدرة نحن لحتى نفرض حالنا، نحن صحيح ما منشكل العدد الكافي لنفرض القرارات، بس نحن علينا عم ناخد موقف وعم نضل عنده ومش عم نخبيه ومستحيين فيه، عم نقوله على العالم. طيب مدام سلمي، بدي أسألك عن المساعدات. كتار عم يسألوا أنه لي المساعدات ما عم تصل مباشرة إلى الدولة اللبنانية، وهل أنه التعاطي هون مع الجمعيات الدينية والسياسية يهدف إلى احتكار قضية اللاجئين وتسييسها؟ هلا اليوم نداء التمويل اللي اطلقناه اكيد بيتضمن الحكومه اللبنانيه اللي عم تتعاون معنا على كل القطاعات اللي عم نقدم فيها المساعدات، واكثر من 60 يعني منظمه على الارض. هلا الدول المانحه بتقرر هي اما يعني تطرح تمويل الى الحكومه اللبنانيه ام الى المنظمات اللي عم تشتغل على الارض، وهذا القرار بيرجع للدول المانحه بالنهايه. اللي عم نحاول نعمله اليوم مع الحكومه اللبنانيه، يعني صار في عده نداءات من ضمنهم اخر صرخه بنيويورك، هو دعم الحكومه اللبنانيه مباشره تقدر تنفذ مشاريع وتساعد ان كان المجتمع. وهذا ما تم بعد لحد هلا، لحد اليوم فعليا ما في فعليا يعني تمويل ملموس دغري بيطال الحكومه اللبنانيه. طب هون مثلا يعني التساؤلات كمان، وين دور وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ وين دور وزاره الصحه؟ وين دور الوزارات المعنيه مباشره بهالقضيه، قضيه اللاجئين؟ يعني وزارة الشؤون الاجتماعية تواصلنا مع والتربية وغيرها من الوزارات الصحة يومي، وفعلا في جهد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة إلى مساعدتنا على إيجاد حلول للنازحين السوريين، ولكن خارج إطار دعم مادي إلى لبنان ما فيها، يعني ما في بنية تحتية بلبنان تقدر تستوعب هذا العدد. عم نحكي عن 3.25 مليون شخص اليوم مسجل، عدا عن الأشخاص اللي معقول يكونوا غير مسجلين، إنه تستوعب هذا العدد بهذا الشكل وبهذه السرعة وبهذه الفعالية خارج تمويل دولي. يعني نحن اللي عم نحاول نعمله اليوم هو العمل مع وزارة التربية على نطرح صفوف إضافية مثل ما نذكر بعد الظهر بالمدارس الرسمية، نحاول نطال قدر المستطاع على الأشخاص اللي فعلا بحاجة لطبابة ولا يعني مساعدات صحية بالمستوصفات. عم نحاول قدر وبالمستشفيات المستطاع وبالمستشفيات الحكومية. 75 مين عم يتكفل بدفع المتوجبات المالية اليوم؟ UNHCR وشركائنا. هلأ طبعا احنا كنا عم نغطي 85% من هذه النفقات للفرد، اليوم عم نغطي نفقات الاشخاص اللي فعلا بحاجه لرعايه صحيه، يعني حالات طارئه بنسبه 75%. 75% لكل حاله؟ لكل حاله. وعم تقدروا تغطوا كل الحالات يلي عم بتكون موجوده بالمستشفيات؟ يلي عم بتكون طارئه، يعني طارئة. عم نركز على النساء الحوامل، الاطفال اللي تحت الخمس سنين عمرهم، الاشخاص المسنين. هل عم نطال الكل وكل شخص بحاجه لمساعده اللي عندهم مرضى السرطان، اللي عندهم امراض والحالات غير الطارئه متروكه لله؟ يعني اليوم نحن اذا بدنا نطال شخص معه مرض السرطان مثلا، الكلفه هذا التخطيط على شهر طبعا الكلفه كبيره، بس اللي عم بساله انه الحالات غير الطارئه متروكه كليا، عم نحاول يما في جهات اخرى عم تهتم فيها، عم نحاول نحيلها الى جهات اخرى قدر المستطاع، ولكن في حالات عم تبقى بدون علاج للاسف. استاذ محمد، بدي ارجع معك الى الحلول اللي طرحها، وقف استقبال
النازحين أو اللاجئين، هل أنتم مع هذا الأمر؟ يعني أنا ما بطرح هذا الموضوع بهذا الشكل يعني. لا عنده حل، عم بيقدم حل لأنه نحن طرحنا. لا ما عندنا هالعقدة أبدا، نحن غيرنا عن طريق ما عندكم إلا هالعقدة. أنتم ناجح موضوع الموضوع يا ريت نجحت نحكي احنا نجحنا كل شيء، بكل شيء نجحنا، كل شيء عملناه نجحنا فعلا. بينت كثيرة بالمعالجات اللي عملتوها بحساب المهمة اللي سويتوها، حساب المهمة ما أنتم الحساب اللي سويتوه مشتركين حسابات تحكي حسابات مهمة. نرجع لحديثنا، نرجع لحديث البنك الدولي شو بيقول؟ مال الدولي سائب، هذا البنك الدولي مستحيل مالا يقول هذا الإبراء المصري. رديتوا شعر، انتوا شو عملتوا؟ رديتوا شعر، ما بتعرف تقرأ الأرقام، هذه مشكلتكم. ما في وقف استقبال اللاجئين، اعتراف اللاجئين بلجنة المال والموازنة العمل شغل بينت كل الأمور المالية، كل الفضائح المالية، كل السرقات، بلد منهوب. ما بتقدر تعمل حساب اليوم معنا بمشروع القانون اللي قدمناه، ما بتقدر تعمل اليوم كشف، ما بتقدر تعمل كل الحسابات، عشان هيك وافقتوا معنا. حرام حرام، ليش لهلا بعد ما وافقتوا؟ لأقول لك ليش ليش لهلا بدك تصير انت الحكم بهالموضوع هذا؟ خلينا نرجع لحديثنا، بدي جاوب ليش ما وافقنا، بدي جاوب ليش ما وافقنا. خلينا نرجع لحديثنا، لك شو المطلوب اساسا؟ اساسا نحكي موضوع اللاجئين، بدنا نحكي اكيد، بس علي عنده حق ذات كمان بالموضوع. موضوع المال عم بيقول ليش ما وافقنا على مشروع القانون. اول شيء نحن القوانين اللبنانية كيف يتبين، والرقابة الموجودة وديان المحاسبة وكل تقاريره والأحكام القضائية واضحة. مش أحكام قضائية يا زلمة، نزلت الأحمر شركة المطلوب تجي عريضة من وزيرك جمران بسير رافض. إذا تسميلي وزير منكم قام بأعمال مثل الوزير بسير، أنا عم سمي لك، سميلي شي وزير ناجح، سميلي وزير ناجح بالأعمال الشغلة. إذا ما بتحبوا مش عندك مشكلة المازوت الأحمر، مين مانع القاضي علي إبراهيم المدعي العام المالي؟ مش طالبين تحبوا لا جمران بسير، بس مين منع انه يلاحق بموضوع المازوت؟ مش وزيرك جبران بسيط؟ خليني لا ما كفى، خلي كفي، عم بقول لك كفي تنرجع على الموضوع. بالنسبه لهيدي الخبريه اللي عم بيقولوا تبع التدقيق، لك شو صار؟ رح نعطي مثل بحسابات المجلس الانماء والاعمار، لانه هيدي الشركه لك حبيب قلبي. طب ما انا بدخل نتوجه، مش حقنعك يا استاذ سليم، نتوجه للراي العام. ليش ما انا وياك هلا انت بتطلع بموقف متقدم مثل المواقف السياسيه اللي انت هلا ما بعرف انت بدك تضايق فيها؟ ليش ما بتطلع بتقول انه انا بدي كمل في مكتب تدقيق دولي، هذا اللي بيعتمده الرئيس سنيورا، اسمه ديلويت اند تاتش، بتدقيق حسابات مجلس الانماء والاعمار عن سنه 2003. اكيد هذا مثل ما قلت بيعتمده الرئيس السنيورا. هذا المكتب ديلويت اند تاتش بيحط تقريرين عن حسابات مجلس الانماء والاعمار عن سنه 2003. تقرير بيتضمن 545 تعديل على الحسابات، بتبين اخطاء بالحسابات، وتقرير ثاني بنفس التاريخ بيصيروا 14، ال 545 بيعملهم 14. هن صدروا بذات التاريخ ب 20 كانون الاول 2004، وانا وقت نحكي عن 545 تعديل، هودي عم نحكي عن مليار دولار امريكي بحسابات المجلس عن سنه وحده. هيدا الاستهتار. شو بدك تقول؟ بدي اقول انه عشان هيك رح توافق هلا، هيدا مش حل التدقيق منه حل، هيدا حل يهربوا منه لحتى يغطوا عن كل ارتكاباتهم، بس عم بيضيع وقف استقبال اللاجئين. بس انا بعطي حقي هون بالرد بس لمعالي الوزير، خلي يقول لي اذا كان التدقيق فعلا ما بيقول. قلت لك الحكم الليلي، انا قريت الكتابين، طبيعي تقرا الكتابين، هيدي واجباتي. لا وكمان الانسان المهني طبعا يعني بكل شابيتر دعوا الناخب، يعني في حقيقه واضحه وعندها توجيه بالنسبه للارضيه المعينه، وبالرد كمان كان في واقع رد. شو موقع شعر؟ بس وزير مالية عم بيحكي وزير مالية، ما عم بيحكي وزير مالية، مش قادر اسمع بعربي مع احترامي يعني. معلش اسمعوا غيركم، اسمعوا. انا قريت النصين، وحكيت مع سعادة النائب ابراهيم كنعان بالموضوع، وقريت النص الثاني وحكيت مع الرئيس فؤاد السنيورة. والاهم من هيك وين؟ انه بكل كتاب في حقيقة غير مكتملة، وأنا نصيحتي كانت من الأساس، وسئلت على مستويات عالية بالجمهورية اللبنانية ومن عدة أحزاب، نحن بنعتبر أنه الأفضل هو ما يسمى اللجنة المحايدة، يلي بتاخد كل هالوقت المعطيات. وممكن تاخد، نحن طلبنا نتيجة لجنة تحقيق برلمانية، ويمكن تاخد بين الأربعة
والست سنين تطلع نتيجة وتمنع من الإعلام كل الفترة. ولا حدا له حق يلجع على الاعلام. نحن بدنا نتكلم نحن بدنا نتكلم بس خلينا تكتلنا طلبه بمجلس النواب بس حدا مش خليك مزبوط الحديث مزبوط بدنا نسمع محاضر مجلس النواب يا اساتذه يا اساتذه بدنا نسمع معالي الوزير انطرحت بهيئه انتوا طلبتوا كلمته ايه تفضل لا بس لانه عم بيحكي هالشيء مش مزبوط وكنت عم تحكي مش مزبوط وكل تسليم عاد قال واحكي جد هلا انا فيني اعلي صوتي أنا بعلي صوتي عنك بدك بعلي صوتي أنا بعلي صوتي ومن هين بس بدي أعلي صوتي بس نحن اتفقنا تاب الروم المبدأ الأساسي كل تسريب إعلامي يسقط حق الترشح للجهة المسربة بدك تخلق ضوابط على الاستفزاز الدائم وإلا المهن اللي عم يشتغل بها التحقيق ببلش يستقيل وهذا هو أساس اللي بدك تلاقي فيه الحقيقتين يلي بيكتملوا لأنه مش مزبوط 11 مليار سرقة هذا كلام مغرد وغير صحيح ومش مزبوط أنه كل الحسابات كانت مضبوطة والمعلوماتية بالمالية كانت مضبوطة مش مزبوط وبالتالي من الضروري جدا اللجوء إذا نحن بدنا نتقدم نقول هذا الماضي يلي الأطراف كلها متنازعة عليه دخل على غرفة ما بقى حدا عنده دخول فيها بنقوا الأطراف اللي بدهم إياها بس بمنحون صلاحيتين التدقيق لمدى طويل وحصرية عدم الإعلام ومحاسبة من يسرب مين ما كان يكون هذا إذا حقيقة بدنا الحقيقة هذا إذا بدك تكتب إذا حقيقة بدنا وإلا الحقيقة وإلا لسببين لأقول لك شو السببين الحرب سمحت لك تسفر في شيء بيسمح لك تسفر هلا يعني هلا لما بلشت بالحرب ما كان عندك استدانة هلا ما فيك تقلع وتقول صفر اذا مين بيدفع انه صرت تحت الصفر مين بيدفع كل نقطه بالفايده 600 مليون دولار يعني نص ارباح المصاريف بعد في محل ببلش يطلع الضغط بينتقل السياسه للهبل باردون بدك تروح وتقول انا بدك تاخذ انت تحقيق متكامل هاي شروطه ما بدك تاخذ تحقيق متكامل ما عندي مانع بنضل بالصراع ما في اشكال ما عندك موازنه احنا معه باللعبه ما عندك موازنه هذا القانون الخاص بعدين نتزاكى من نقصه 15% أو 30% تضل مكربجين العالم هذه كلها حلول جزئية تقتضي حقيقة وحق المواطنين والناخبين اللي تفضل أنه لازم يحاسبوا والناخبين يلي مطلوب منهم يا يعيدوا الحركة الانتخابية أنت ضروري تلجأ لمنهجية استعملت بغير دول كان فيها صراع الصراع طبيعي عندنا مش مشكلة الصراع كيف بتقلع لقدام يعني أنا بال2016 شو موقعي مليا بك إيه شو موقعنا بال2016 وين بدي يكون منضل هيك مجرجرين على قوانين خاصة يعني بالنهاية الناس كلت من عدم المنهجية الكل عنده قدرة على التفاعل وحزبين ضخمين جدا بس انت اللي بدك انه بال2016 شو بدي اعمل وين بدي يصير شو بعمل وشو وين بدي يصير وعلى اي قاعدة حقيقية حسابية بدي انطلي هلأ ولا واحد بسترجع عن وزير مالية لانه انت بعد الطائف صار وزير المالية بتحاسب عمواله الخاصة طيب كيف بدك تفوت بهالمعمعة بهالادغال اذا ما في قانون واضح وصريح وقطع حساب وتدقيق وهيدا التدقيق بده بين الاربع والست سنين ما تفتكر انه عملية بثلاث شهور ولو جبت شركة في عطتك الف مدقق لانه الكرونولوجي هيدي بدها بيلد اب يعني بدها وثائق يمكن في وثائق ضائعة بدك تنبش عليها وبدك تتلاقيها طبيعي على كل حال رح نرجع نتابع هالموضوع خصوصا انطلاقا من الحلول يلي طرحتها وانما بعد فاصل اعلاني اخي وقبل ما نناقش معكم بهالفقرة الأخيرة الحلول المطروحة بالنسبة إلى موضوع اللاجئين رح ننتقل مباشرة والمرة الأخيرة كما لهذه الليلة إلى بلدة قبعيت وتحديدا مع الأستاذة الحاجة آمنة خضر مساء خير حاجة أهلا مساء النور طبعا تعزينا الحاضة لأنه يلي توفوا بهالحادثة هن مرت ابنك وأحفادك ثمانية ماتوا بالعبارة ومثل ما عرفنا كمان انه ابنك مسجون نعم هل عندك اي معلومات عنه يعني هل هو على تواصل معك ولو بشكل غير مباشر نعم بهالتواصل هيدا
يعني شو وضعه بالسجن؟ هل أنت على اطلاع على وضعه بالسجن؟ ما فهمت. يعني عم بقول لك إنه بالنسبة لوضعه داخل السجن، هل عندك معلومات عن حقيقة وضعه؟ ما فيني ما أعرف شيء. منك عارف شيء؟ ماني عارف شيء أبدا. طيب بالنسبة لإلك إنه ابنك وعائلته ليه راحوا لهونيك؟ إلى حلك ليش؟ ابني عنده عائلة، عنده 9 نفوس وهو 10، ومتضايق شوي، هو ما في عم يربيه، وكل يوم بده 5 ربطات خبز وما معه ماسورة، وكان يشتغل بالإعلانات ووقفوا له شغله، وعنده 3 أولاد ما بيشوفوا بعيونه، حطت لنا عوينات وكل شهر بده يجيب لنا عوينات، وعنده المي مشتره، وعنده الكهرباء مشتره، والزلمة متضايق، وأنا ما معي ولا فيني، أنا عامية وقاعدة بالأرض وما فيني أعمل له شيء، وعنده أولاد عم بأستراليا طلبوا أخت اللي عندهم، وروحت لعندهم وأخديته معي، وضعه سيء كتير، وش بدي أسألك ما بعرف. هيدا عن السبب، يعني بدي ارجع اسالك. نعم. عن اليوم، عن اليوم حجي، هل في اي نعم. وسيله اتصال فيه، يعني من خلال الوفد يلي راح من ابعيد على اندونيسيا، هل في اي تواصل معه؟ هل بلغوك شيء عنه، عن وضعه داخل السجن؟ بلغوني عنه اساب السجن، وابني بينخش عليه كثير، وعم يفزعوني انه بدهم يقتلوا لي اياه. شو بتطلبي من الدولة حجة؟ بطلب من الدولة بدي ولادي طيبين وميتين. لحد هلا هل برأيك الدولة عملت يلي لازم تعمله تجاه الضحايا وتجاه الموجودين بعدهم بإندونيسيا؟ ما فيني ما أعرف شيء أبدا. أنا قاعدة بالأرض وعمية وعم أبكي بالليل وبالنهار، والله مريضة يغديني على المستشفى. الحجة أمينة خضر، طبعا الله يصبرك على هالمصاب الكبير، وطبعا مع التمني بأنه ابنك يرجع لك، حتى أنه يشكل نوعا ما تعويض عن كل الأشخاص العزيزين يلي فقدتيهم. قبل ما اختم هاللقاء من أبعيد، بحب أنه حقيقة وجه شكري إلى فريق العمل يلي كان اليوم طول النهار بخبعيد في سبيل أنه يوفينا بكل هالأمور يلي شفناها سوا على الشاشة. بخص بالشكر الزميل يوسف يزبي، المصور جورج كرم، كمان مساعد داني أنطونيوس، إضافة إلى الزميلين إلي حداد وربيع موسى. كنا وصلنا بالموضوع المتعلق بالحلول، الحلول يمكن هلأ غيرنا جو، يعني انطلاقا من هالشهادة الإنسانية. طبعا مأساة كبيرة يعني عم تشهدها، مشهدها البلد وتشهدها المنطقة، يمكن وهذه الحجة يعني انه بنوا ولادة احفاد لها، ووضع اقتصادي عم بيسوء. هذا يعني هذا اللي كنت تحدثت فيه، يعني قلت الاسباب اللي خلت هالناس هذه عم تفقد الامل باي شيء بهالبلد، وعم تخليها تعمل هذه المغامرة وتروح لأماكن ما لنا عارفة بكرة شو رح يكون بالنسبة لها، بس هربا من واقع عم بتعيشه. وعم نقول يعني آن الأوان لحتى نحن كلبنانيين نشوف مع بعضنا كيف الطريق لحتى نقدر نظهر البلد من هالمشكلة اللي ومن النفق اللي نحن موجودين فيه. كيف فينا نعمل هالدولة نجح، نخليها تقوى هالدولة؟ كيف بدنا نوقف من خلال وقف استقبال اللاجئين، من خلال اخراج اللاجئين واعادتهم الى ارضهم، وايضا من انه تمويل عمليه الخروج، بالتالي انه يرجع يتحصن تمويل للحل مش لتسليم المشكله، يعني يتحصن الوضع الداخلي الاقتصادي. هذا اللي ذكرته استاذ وليد هي تداعيات وليست الاسباب.
تداعيات تبلش حل. طب انه سالوا السؤال ثاني شو الحل؟ انت سأل لا تسالوا ما في حل. خليني احكي راح احكي حتى ما بس نمشي بالحل. في حل بديل تسمعني احكي؟ انا عم بقول اللي عم بيحصل استاذ وليد هو اللي عم نشهده هو تداعيات. لو كان في دوله لو كانت هذه القول الدوله قويه لو كان في هناك حكومه تتعمل مسؤولياتها كانت قدرت تعالج او تبدا بمعالجه او تبادر لمعالجه مش تهمل الوضع للوقت. بالتالي استاذ محمد انت ضد وقف استقبال اللاجئين السوريين؟ انا اللي التعبير اللي استعمله الاستاذ سليم واللي هو ذاته استعمله الاستاذ جبران بمؤتمر الصحفي اخراج السوريين من لبنان واعادتهم الى ارضهم. عم بعمل جسيت يعني انه اخراج السوريين من لبنان واعادتهم الى ارضهم وانشاء مخيمات لهم في بلادهم. هذا التعبير استعمله الاستاذ جبران. بهالكلام هيدا في شو في نية انا ما بقبلها. يعني انا بقول خليني على الاقل عبر رايي يا سليم. يعني انا بقول في شو فيني ما بقبل. يعني في جانب انساني قلت لك في جانب وطني في جانب قومي تجاه شعب شقيق عم بيعاني الامرين بتورع نظامه انه يضربوا بالكيماوي. في اكثر من هيك بعد بصواريخ بطيارات بس تعملها ضد اسرائيل تعملها ضد الناس وهرب وهجر هالملايين من السوريين. ومعني عم بحكي عن التدمير اللي عم يلحق المدن السورية أكثر من مليون منزل مدمر 200 مليار دولار. كيف خليها كلها على جنب. أنا أمام هذا الواقع أنا شو عم بقول؟ أنا عم بقول خلينا ننظم هذا الوضع. خلينا نشوف كيف فينا نسهل إيصال المساعدات لهؤلاء الناس. قبل كل ذلك قلت لك يجب ان تكون هناك دوله تقدر تقوم بواجباتها وبالتالي حكومه مطلوبه قبل ما احكي بكل. يعني انت ضد حلهم؟ انا مش قصد ضد حلهم. انا بقول انه هذا 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 العدد الهائل من السوريين الموجودين بلبنان واللي بيتعدوا بوجودهم قدرات الدوله اللبنانيه لبنان لوحده ما قادر يواجه هذه المشكله. مطلوب من جهه نحن بالاساس نبادر الحكومه تبادر الى تنظيم هذا الوجود. شوف المخيمات تحكي مع دول الجوار اذا عم ينحكى هل في هناك في امكانيه فعلا مع شؤون اللاجئين مع المنظمات المعنيه هل هناك فعلا في امكانيه لانا اجي انشئ مخيمات في الاراضي السوريه على الحدود او اعمل في الاراضي اللبنانيه؟ يعني عليها ان تتحدث مش انه بقول انه والله انا ما دخلني وزدتوهم على بيوتهم وعملوا لهم ترانسفير وما قلنا عليها فيهم مش هيك مش بهذه المنطقه يقول. بس انا عم بقول انه لبنان يجب الحكومة يجب أن تبادر في هذا الموضوع. هذا واحد. اثنين قلت أنا أنه في أمر أساس بعد أنه لبنان من هي الجهة التي يمكن التعاطي معها؟ أنت بتعرف أنه الحديث الآن انطبع أنه ينعمل هيئة خاصة بده يكون في آلية لتنسيق هذه المساعدات. أنا بكرة وقت اللي بتتجه هذه المساعدات إن كانت مباشرة أو عبر منظمات طب أنا كيف بدي حدد كدولة لبنانية كحكومة لبنانية كهيئة كناس مسؤولين كيف بدي حدد وين لازم تروح المساعدة أولويات لازم تعمل هذه وهذه اللي غايبة لحديث الله. واللي زعل استاذ سليم لما بقول له إنه الدولة مش موجودة إنه الحكومة مش موجودة واضح. أنا أول شيء ما زعلتش أنا عمول أكثر منه على الحكومة. غريب كيف بيحور إذا بوجي عم بيحور الحكي إذا بوجي عم بيقول بموضوع لا جدنا نسجل الحلقة شوفها نرجع لا يا أستاذ وليد ذات المؤتمر الصحافي وذات اللي الموضوع اللي عم يحكي فيه الأستاذ محمد ما كفي. شوف كيف بيتغير الموضوع اللي استعمل ضدنا بالأساس وبعدهم عم يستعملوه هيدي هالعنصرية اللي عم يرجعوا يتكلموا فيها اللي مش موجودة. رح لك النص اقراه حرفيا. لمين نص مين؟ نص الوزير بسير بمؤتمر الصحافي. عملية انا طابعه انت كاتب خط ايدك كاتب اللي بدك اياه مش تزي بتحداك بتكون مكتوبة ها عملية بتحداك امام الكل بعمل لك هاي لا اله وخير ليش عم تحاور الموضوع هاي لا اله كفي الا الله تفضل الا الله. بتقول عملية خروج السوريين من لبنان بطريقة لائقة ليس لتحسين ظروف وليس لتحسين ظروف حياتهم. هذا بالبند 3 التمويل يجب ان يكون لترحيل راها قول لا اله صح انت قلت لا اله. لا نتحدث لا عن طرد ولا عن عمليه تعسفيه بل بشكل انساني وراقي يا استاذ سليم. شو الفرق اذا ثانيا او ثالثا بنوا النص فاذا ما عم بيقول صورة بموضوع عنصريه طرد لهودي السوريين مجال النقاش هي عم تيجي ما فيك عم تيجي تحكي لانه خلص عندهم براسهم شغله معينه وخلص بدهم ماشيين فيها يا روحي انت عم تقول لي
احكي جالس انت شو عم تقول ولا لا؟ وين في شوفينيه؟ سالني عن اخراج ياسر السليم، ياسر السليم سالني عن كلمه اخراج السوريين، قلت له هذا التعبير انا ما بوافق عليه، شو عم بقول غير هيك؟ استعملته ولا لا حضرتك؟ بعدين شو بدك؟ ايه اخراج السوريين وإعادة الى ارض. ليه بدك تنكر؟ ايه استعملته معروف على هذا، بس ما هيدي كفي فيها، وهي مش بس هيدي لحالها، هيدي مش بس ثالثا. فاذا في عمليه بس هيك مراوغه وكلام للكلام، يتفضل برم وبرم نعطي طيب حل. هن عم بيراوغوا حلفائكم. لك شو الحل؟ انا معك ما تقول لي حسبتني عني انا. لا عم بسالك حلفائي. انا ماني عم حسبك انا بس عم بسالك الحلفاء داخل الحكومه هل بيمشوا بهذا الحال؟ نحن عم نطلب من الحكومه تجتمع لحتى نقرر. طلعوا وفد من الوزراء ما عم يجتمعوا لعند رئيس الجمهورية ولعند رئيس الحكومة بالكلام خيما انه مذكور. ليش عم نشتزق هلا؟ بدي اقعد لك لوين راح؟ لا راح يعني برأيكم انه مستمرين بمرحلة اللقظات. خلينا نعترف تجاه الرأي العام كله سوا، صح؟ ونحن هالشيء معترضين عليه. دكتور قطة، خلي يكون في حكومة ويمشوا معنا يألفوا حكومة. حاش بقى مخليين البلد بلا حكومة. يا إما بده يكون في إلا ثلث التعطيل وبطلعونا من آخر النغمة حسب الأوزان والأحجام والمقاسات وما بعرف شو. وين في منا بالدستور هاي؟ وين في منا بالدستور هاي؟ لكن عم يخطروا على بعض. بس هن لحاله كم من مسؤول، هن وغيره، هن وحلفائه اللي عم يتبرى منهم هلا. هو عم يتبرى هلا هن بيقولوا كمان انه انتم وقت ما بتعترفوا، لا ما رح نفتح هلا، وقت انتم كمان ما بتعترفوا بالاوزان والاحجام انه كمان انتم ما بتعترفوا. انا في قدامي الدستور، في قدامي كتاب قال عن الله يرحمه الرئيس فؤاد شهاب كان يقول شو بيقول بيرجع على الكتاب الدستور. بس كم مره نعمل باللبنان شو بيقول يا استاذ وليد؟ كل مره نحن مشكلتنا بهالبلد انه دائما بنحاول نطلع عن المنصوص عنه بالمواد الدستوريه. مين عم بيحط شروط؟ طلع ما انتوا عم تحطوا شروط. استند ويكون مرجعيتك الدوله، شنطه خارجيه، مرجعيتك الدستور، مرجعيتك بدهم يلغوا طائفه اساسيه هيك، بدهم يلغوها. مين قال هيك؟ بعدين بالدستور في 3 8 مع الوزير بيحكوا بالدستور. علي صوتك، خزقوا والله حرام. لا تصور، ما خزقتوا في الا المدام صوت واطي بيناتك. خبت لاي فتره مع الوزير؟ ما بدك معك خلص عم تحكي بالدستور. لكم عادي تحكوا بالدستور، ما خزقتوا يا سلام. نرجع على هذا الموضوع، نعمل حلقه خاصه لهالمواضيع السياسيه. اعطيني النص الدستوري 3 8، اعطيني النص اللي بقول 3 8. في الدستور 3 8. مين قال لك بدي 3 8؟ ما انتم ما طلبتوا. مين قال هيك؟ في بالدستور بدك تلغي، تضيع. ما عارف حاله، ما عارف حاله شو عم يحكي، تضيع. شو بدي اقول لك؟ عد بعد عنا موضوع الاساسي. اذا خلص عظيم، شو عنا نعمل بالنسبه الى حل؟ طيب. شايفين الوضع حول حتى هالطاوله المستديره الصغيره انه كيف هل هذا لا خلصنا هل هل هذا يمكن انه يوصلنا الى اي حل بظل هذا التجاذب القوي الموجود؟ هذا مطلبكم اذا مش عارفين. لا حبيبي، لا مع الوزير صوته قوي يا اسلي السليم. خلي علي صوته، خلي علي صوته، علي صوتك. يلا ايه، نحن بنعتبر اذا بدك الموقف يلي هو انطرح، أنا بالتحليل إذا بدك هو موقف يسمح بمعالجة بس منا معالجة. يعني ثلاث بنود لتضحن. لما بتقول أنت وقف الدخول هو يتطابق مع ما يسمى أنه أنت بدك تضبط الحجم يلي بك تستقبل فيه. بس أنك تقول وقف الدخول مش قادر أنت، لأنه الأزمة ما انتهت. يعني هذا بتعمله مثلا بعد ما يصير في كارثة طبيعية، بتقول أنا بستقبل من هالناس 40%، بس هو لانه بعده مستمر ongoing pressure، وهذا كان اول توصيف للبنك الدولي. في الموقف وطنيا صحيح بيقول لك خي قديش بعدك تستقبل؟ انه 40 45 50 60 70، لانه سوريا 22 مليون. اذا 20% تهجروا بيطلعوا 100% الوطن اللبناني. يعني اكيد الموقف اللي بيقول الوقف هو موقف صحيح، ما نوع ليش، بس هو موقف انه خلص قد ايه. او قول انه لازم، او قول انا بوصل يا خي بنتفق كل اللبنانيين على 1,100,000 وبعدين خلص. يعني اذا بدك الموقف هو صحيح، بس ما نوع ليش. بدك للعلاج تقول ما ندفق عن نسبه، لانه اذا ما اتفقنا عن نسبه ما رح ندفع شيء. 2 اخراجهم من لبنان، جلاء اخلاء، هلا صار انساني اوراقي. هو كمان طرح بيقول انه لا نريده مؤقت يستمر. كمان موقف سليم. ما بعتقد اي لبناني بيقبل يضل عليه العبء لل2020
وصير ما انتهيت عنده 100 مليون 100 مليار 40 ما قصوا فيهم. وبالتالي شو الآلية؟ يعني هل في تفاوض مع الحكومة السورية عبر الأمم المتحدة ولا ما في تفاوض؟ هذا نقطة أساسية. ما في. وهل المناطق اللي مسيطر عليها المعارضة بسوريا كمان في تفاوض معها؟ يعني برأيي بدك طرف من الطرفين، لأنه في ناس فلوا من أزمة الاشتباكات. يعني بتسمع في مطارح دمرت، في مطارح كانوا خط تماس، في مطارح تعرضوا، يعني كل وحدة إلى شيء. فإذا بدك آلية منهجية أنه أنا بدي بلش عملية تفاوض للبحث بهذا الموضوع عبر الأمم المتحدة. والشق الثالث يلي هني طرحوه الشباب هو تمويل لعملية الخضوب. أنا بقول لا، تمويل للترابط. يعني نحن بدنا أول شيء بطاقة. شو الترابط؟ أول شيء بدي بطاقة إحصاء هي المدخل إلى التدفقات النقدية. أنا بدون بطاقة إحصاء فضل ما يجينا مصاري لأمنا نتلبق فيهم. اثنين، بطاقة التواجد من المختار أو البلدية لتبداية تركيب الحياة المجتمعية. عم يعلمون عن النفايات، لأنه هودي جماعة أغلبيتهم جايين من حياة بساطة، كانوا بحالة معينة، اللي معهم مصاري إجا صرف عنا، يعني عائلة الأجارات أو فل من عنا أو فل من عند غيرنا. ثلاثة، بالنسبة لنا إحنا بدنا ينتجوا على الحدود. هلا بتقلي من ميلتنا من ميلتهم مناطق اقتصادية على الحدود، الكل بصير همهم يحميها، ما بحدا يقصفها، ما بقى حدا يقصفها، لا المعارضة بتقصفها ولا النظام بيقصفها، لا تقدر تنتج وتل. إذا ما بتقدر أنت تروح بهالاتجاه بتصير بس مواقف سياسية، واللي بصير نحن عم نتراكم اقتصاديا لورا مواقف. شو ممكن ينجو عم تقول؟ يعني حكيت كتير عن انتاجك بنص الدقيقة. يعني اليوم نحن عنا فورا مطالب لقلهم، مليون زلمة بحاجة كتير لأشياء. نحن منطالب الجهات المانحة واللي بقى تدعم فورا دعم الصناعات اللي بتعطيهم هالإنتاج. انت بتعرف لأول مرة كان فائض بيننا وبين سوريا بالزراعة؟ كل عمره الفائض بالإلم. نحن ناخد من سوريا، أخذت سوريا منا زراعة. يعني عندك كتير ممكن إنتاجات خفيفة وبسيطة تقدر تحصر فيها الأولاد من عمر 14 للعمر 30، لأنه نحن بدنا بطاقة تعريف أمني كمان. يعني بدنا بطاقة إحصاء للتدفق النقدي، بطاقة بلدية أو مختار للتواجد المجتمعي، وتعريف أمني لتقدر تضبط الناس بهالاتجاه لما يصير عليهم أي نوع من الخلل. طيب مدام سلامية، تنختم الحلقة بهدوء يعني معي، انطلاقا من الأمور يلي طرحها دكتور أطار، هل يمكن أنه أنتم تساهموا في هذه الأمور الحلول المطروحة في سبيل أنه واقع أفضل للاجئين السوريين، وأيضا في سبيل واقع أفضل للبنان وللمقيمين في لبنان؟ هلا اكيد نحن عم نتوجه بهذا السنه، بختام هذا السنه والسنه المقبله، الى حلين اساسيين. اولا دعم المجتمعات المحليه، لانه صرنا على يعني وعي عن نتيجه العبء يعني اثار الازمه السوريه بلبنان، خصوصا بهذا العدد الكبير من النازحين. هذا بيتم من خلال المشاريع اللي ذكرتها، ولكن كمان مثلا دعم مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية المتواجدة بكل المناطق، تدريب عناصر يعني عم يشتغلوا بهذا المجال. عم بيتم هالأمر هيدا تدريب عناصر؟ عم بيتم حاليا، ولكن بدنا ندعمه بالسنة المقبلة، لأنه فعلا مهم وعم بيفيد المجتمعات المحلية بنفس الوقت. يعني في جوانب إيجابية لهيدا الأزمة اللي عم نمر فيها اليوم. وثانيا تحويل هذا العبء الى طاقه انتاجيه، وعم نحاول قدر المستطاع نساهم بمساعده اللاجئين السوريين على ايجاد فرص عمل بلبنان ويقدروا ينجوا او يستثمروا بلبنان، لانه مثلهم مثل غيرهم بيقدروا بدل ما يعتمدوا على المساعدات الانسانيه بشكل يعني 100% يقدروا يعتمدوا على ذاتهم وما يعتمدوا على المساعدات ويفيدوا الاقتصاد المحلي. يعني هذا بشكل عام العناوين الكبيره. اما بالنسبه لتسخير الحدود، يعني هذا موضوع مخالف للقانون الدولي، علما انه نحن يعني انتم ضده. نحن يعني نحن على منقدر العبء اللي عم يتحمله لبنان والنتائج اللي عم يتعقبها عن نتيجه هذا العبء، ولكن اللي عم نطرحه اليوم هو حلول بتفيد المجتمعين وبتضلها بتحافظ على الطابع الانساني للنزوح السوري يعني الوضع الانساني، مثل ما شفنا اليوم وقت الشخص حتى اللبناني فقد الامل اضطر يفل من بلده. صح. ونفس الشيء كل نازح انا التقيت فيه او زملائي كان فاقد الامل يعني تحرك داخل سوريا كذا مره قبل ما ياخذ قرار انه ينزح الى لبنان. يعني انت برايك انه تفعيل العمل الايجابي وليس التوقف عند الامور يلي انه عم تنطرح احيانا على الصعيد. صحيح. السياسي. أنا بس شغلي بس ما رأيت ما يعني حقيقة ما بدي حمل تسكير الحدود حطتها ضمن إطار شو دوليا ممنوع ممنوع القانون الدولي. القانون الدولي إذا بيمنعها، طب ما أنا شو بيجيبني لتركيا؟
لا بالاقتصاد ولا بالامكانيات ولا صحيح بالقدره. صحيح، مشان هيك ذكرت انه بيجيبني للاردن بقى حرام، عن جد حرام لبنان، انه بس بدنا نطبق عليه القوانين الدوليه لنعتبره وما يحمي حاله ويضيع حاله. هوديك بلاد قادره تسكر حدودها. طب مثل ما قلنا نحن اضافه للي عم بيحكي انه مطلوب من الدوله والحكومه ان تقوم بواجبات، كذلك بحمله اتصالات مع الجهات الدوليه مع الدول العربيه مع الكل، انه مساعده لبنان حتى بايواء هؤلاء اللاجئين. صحيح، ونتقسم الأعباء كمان، الأعباء دي تقسم الكل. بدي أتشكركم على هاللقاء، كما بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعتنا الحلقة بموضوعية. طبعا اللقاء يتجدد الاثنين المقبل، تصبحون على ألف خير. Thank you.